مشاهدينا الكرام، مساء الخير. أسبوع حاسم فيه حبس أنفاس ومحاولات لإجراء تفاهمات وفرز مواقف ووقوف على عقبات سياسية برزت في مقابل الانفراجات الرئاسية. بعد 7 أيام من اليوم، كيف ستبدو الصورة عشية يوم الحسم في 31 تشرين الأول، يوم الاستحقاق الكبير الذي من المفترض أن يعيد إلى القصر جنرالاً خرج منه منذ نحو ربع قرن بعملية عسكرية، ليعود إليه رئيساً بعملية سياسية انتظرت 2.5 سنين حتى يحين أوان نضوجها؟ كيف ستعبر العملية الانتخابية عتبات المجلس؟ وهل سيكون استحقاقاً هادئاً أم صاخباً سياسياً؟ كيف سيكون عدد الأصوات والنتيجة النهائية؟ وبالانتظار، هل سيشهد الأسبوع الطالع تفاهمات جديدة أم معارضة مستجدة؟ في حلقة الليلة أستضيف في الاستوديو مدير تحرير جريدة المستقبل جورج كاسيني والكاتب السياسي جوني منير، ويطل معنا أيضا في جزء من هذه الحلقة أمين سر تكتل التغيير والإصلاح إبراهيم كنعان. مساء الخير أستاذ جورج، مساء الخير أستاذ جوني، أهلا وسهلا فيكم. عندنا أسبوع 7 أيام تفصلنا عن عشية الاستحقاق الكبير. أول سؤال بدي أنطلق من كلام السيد حسن نصر الله اليوم، هل السيد نصر الله بكلمة اليوم وضع التوقيع النهائي والمبرم على عملية انتخاب العماد عون؟ إذا عم تسألني رأيي، وضعه من زمان برأيي أنا، ولا مرة يعني السلوك السياسي تبع السيد نصر الله دائما ما كان يعلنه حبيته أو عرضته ولايته، بس لكن ما كان يقول به يلتزم به. طبعا هو لم يكن قادرا على أي خيار آخر طالما أنه التزم بالعماد عون للأساس، وهو ما في شك أنه التزامه فيه حتى بعدم النزول إذا مجلس النواب هو اللي أعطاه أو نضج الظروف أكثر باتجاه أنه يكون العماد عون خياره أنه أو يوصل اللي وصل عليه. كان واضح دائما، كنت أقول دائما، وكانت أنياتي وأنيات كتار، أنه عندما يتفق تيار المستقبل مع حزب الله، الفريق السني مع الفريق الشيعي، وهلا بعدين حتى ما نقصني، بس لكن القرار الفعلي على يصير في تقاطع على مرشح معين، يصبح هذا المرشح هو رئيسا للجمهوريه. وهذا اللي صار اليوم، اللي انا برايي، وانا اكيد برايي الكلام اللي جدد عليه اليوم نتيجه الكلام الكثيف اللي طلع، المساله اللي علاقه بالرئيس نبيه بري وما الى هنالك، يمكن نحكي فيها بعد شوي، بس ما في ادنى شك انه من الاساس كان خيار السيد حسن نصر الله المعلن كمرشحين للرئاسة هو العماد. نعم. هو العماد بشكل عام. أستاذ جورج، بدي أرجع لنفس السؤال، يعني لأنه الكل كانوا ناطرين، هو قال السيد نصر الله اليوم أنه الكل ناطرين هذه الكلمة أو هذا الموقف، هل هذا الانتظار كان لمعرفة إذا رح تتأجل الجلسة أو لا، أو إذا رح بيكون في عقبات معينة أو لا، أم ماذا؟ طبعا هذا الانتظار كان مشروع وكان بمحله بمكانه لسبب بديهي، وهو انه كان في شكوك بموقف الحزب بهذا الامر، والدليل انه السيد حسن نصر الله شخصيا بلسانه اليوم حاول يبدد هذه الشكوك، وخصوصا مع جمهور التيار الوطني الحر، وقع بشكل نهائي على التصويت لعون صحيح، ولكن كمان وقع على مسؤوليته عن الفراغ 2.5 سنين وقت اللي قال انه نحن نزلنا اول جلسه فقط لانه ضامنين ما في انتخاب رئيس ورجعنا قطعنا. بس ما في شك انه لا، بس ليش على ممكن ان يكون قد وقع على مسؤوليه الاخرين، لانه لما الاخرين استجابوا اللي هن تيار المستقبل شفنا انه هذا الاستحقاق سيسلك سلوكه الطبيعي للوصول الى انتخاب العماد عون. الفراغ بترد عليه بالنزول على مجلس النواب تنتخب، مش بأي شيء تاني. ايه بس في حرية، في حرية، يعني هم بيعتبروا انه في حرية الموقف بالنزول او عدم النزول، وبالمقاطعة او عدم المقاطعة. تنسحب على مواد بالدستور او بالقانون ممكن يحمل شهر او شهرين او ثلاثة، مش انتخاب رئيس، هذا نقاش اخر. ولكن ما في شك انه اعلانه الصريح اليوم بدد هذه الشكوك، وتأكيده على نزول أعضاء كتلته على مجلس النواب أكيد بيأكد أنه ب 31 إيه، بس بدد هذه الشكوك. بس كان عم بيقول الأستاذ جوني أنه أساساً ما كان في شكوك، أنه موقفهم واضح من 2.5 سنين، يعني ليش اعتبرتوا أنه كنتوا ناطرين هذه الكلمة لتبديد الشكوك؟ شوف، أنا ما بدي أحكي هون عن تحالفه مع الرئيس بري لسيد حسن نصر الله، لأنه الرئيس بري أولاً رئيس مجلس النواب وصاحب حيثية كبرى
وتمثيلية وإلى آخره. ولكن يعني بطبيعة الحال تثار شكوك أنه طيب ليه الكتل الأخرى أو النواب الفراطة مثلا، مع احترامي لهم مش عم ذنب حدا، بس عم بقول النواب المنفردين اللي خارج الكتل، خارج الكتل الكبيرة يعني الرئيس بري، أنه هاي مين بيصدق أنه حزب الله ما بيمون عليها مثلا؟ يعني كلنا عم نسمع حزب البعث، حزب بعرف ايه، بس قال اليوم انه نحن ما بنأمر حلفائنا، يعني ما في قصه انه امر بالموضوع. ليش عم تبتسم وانت صدقت؟ لا انه يعني عم بيقول، عم بيوصف طبيعه التحالف بينهم وبين حلفائهم، مش تبعيه، هيدا تحالف. كل البلد بيعرف تعاطي حزب الله مع كثير من القوى السياسية في لبنان وفي خارج لبنان أيضا. يعني اللبنانيين بيعرفوا دور حزب الله مع النظام السوري مثلا، من يدير المعارك في سوريا، الأمر لمن، إلى آخره. فما رح تنسحب، يعني ما رح توقف على نائب من هنا أو آخر من هناك، مع احترامي الشديد لكل النواب. فبس أنا عم حاول فسر شو أسباب الشكوك اللي كانت مسارة. واللي هو السيد حسن نصر الله قال انه كانت هاي الشكوك انسحبت على مناخ بالتيار الوطني الحر. على كل حال رح نستوضح هذا الامر استاذ ابراهيم. بدي ناقش معكم، يعني مش بس اكتفينا بهذا القدر من خطاب السيد نصر الله، بدي ناقش عده امور الى علاقه بقوله انه بمثابه تضحيه اعتبرها انه قبل بالرئيس الحريري تولي رئاسه الحكومه. بدي ناقش كلامه بالنسبه لتفهمه لموقف الرئيس بري، وايضا بدي ناقش الكلام يلي قاله بخصوص المرحله اللي جاي، يعني الجهد الذي سيبذله حزب الله، وقال انه قد نوفق او قد لا نوفق بالوصول الى استحقاق هادئ كما وصفوا. كل هذه الأمور رح نقشها معكم، بس خليني أنتقل مباشرة إلى أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعاني اللي صار معنا مباشرة على الهواء. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولضيوفك. بداية طبعا يعني بهيدا اللقاء بدي حاول أني شوف معك من هلأ لأسبوع مسار تحرككم كتيار وطني حر، وكيف آلية هذا التحرك للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي. أول شيء بتقول بتصريح لألك أنه اليوم وللمرة الأولى سينتخب رئيس صنع في لبنان ولكل اللبنانيين. هل هذا يعني أنه التسوية اللي وصلنا لها وانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية بعيد عن أي غطاء إقليمي أو دولي، وما في لا ضوء أصفر ولا ضوء أخضر ولا شيء، يعني صنع 100% بلبنان، معقول؟ أستاذ جورج، أول شيء خليني بلش من كلمة أو كلام سيد حسن نصر الله اليوم يلي يرتبط بشكل وثيق بموضوع تلاقي الإيرادات اللبنانية. يعني وقت المنشوف أنه رئيس سعد الحريري والعماد ميشيل عون ودكتور سمير جعجع والسيد حسن نصر الله اللي موقفه بالنسبة لنا ما كان موضع تشكيك منذ اليوم الأول، وقت منلاقي أنه هنالك تلاقي على شخص الرئيس، وخاصة ما يعني يجسده الرئيس من مشروع ومن رؤية ومن معاني وحدوية بهالمرحلة بفعل التفاهمات اللي صارت، أكيد نحن منكون عم نحكي برئيس إرادياً، يعني كمبادرة صنع في لبنان. يعني نحن اللبنانيين مش عم بقول بس للمرة الأولى، عم بقول يمكن من المرات النادرة بتاريخنا بيكون عنا هاي المبادرة ضمن إطار أو ضمن مساحة معينة عنا حرية تحرك فيها بفعل الوضع المنطقة وبفعل كل الأمور. هذا لا يعني انه ما في رضا او قبول او يمكن ما في عدم ممانعه، مثل ما سمعنا من توضيحات الخارجيه الامريكيه بعطيها مثل انه تركناها للشعب اللبناني وشو بيحصل، نحن بدنا نحترم هالاراده شو ما كانت نتيجتها. ايه خلينا نكون لمره يعني عم نتصارح وعم نحكي الامور مثل ما هي. الهامش الموجود اليوم الداخلي للبنانيين اكبر بكثير من اللي كان يحصل بالسابق. طيب نحكى عن آراء أمريكية وفرنسية ودولية إنه غير مشجعة تماما لهذا الأمر. اليوم الوزير جبران باسيل حكى عن تشويش أو وصف هذا الأمر بتشويش معين. إلى أي مدى عندكم معطيات حول هذا الموضوع؟ كمان اللي سبق وقلته
انه الهامش كبير داخليا دوليا واقليميا، في هنالك يعني قبول اذا جاز التعبير بالامر الواقع اللبناني او بالذي سيفرزه هذا الواقع اللبناني من نتيجة. وبالتالي كل كلام على مواقف رافضة أو داعمة أو غطاء أو إلى آخره بتكون نوع من التشويش برأيي، لأنه هالمرة الأساس هو للبنانيين ولتفاهماتهم الوطنية. من هلأ لأسبوع شو عندكم أنتم كتيار تحديات أو استحقاقات للوصول إلى انتخابات رئاسية هادئة؟ يعني لنبدأ بالرئيس بري يلي مكانته ودوره باللعبة السياسية الداخلية وموقعه كرئيس مجلس، هل ستكتفون بالزيارة اللي قام فيها العماد عون ويلي نتائجها ما كانت إيجابية، أم هناك جهد آخر سيبذل، أم تتكلون على حزب الله في هذا المجال، أم ماذا؟ كمان كلام السيد حسن نصر الله الليلي كان واضح، بما معناه أنه وقت بيقول رح ننزل على المجلس متفاهمين ومتفاهمين معناتها هنالك سعي قائم. ونحن من ميلتنا كمان لا قبل زيارة العماد عون وقفنا السعي، ومن ميلت كمان الأطراف الأخرى اللي عم تسعى معنا لتذليل هالعقبات من أمام تفاهمنا مع الرئيس بري، ولا رح نوقف من هلأ لجلسة 31 أي مساعي جدية للوصول إلى حل بالنسبة للعلاقة مع الرئيس بري. ليه؟ لأنه ما عاد الهدف فقط تحقيق إجماع أو عدد أصوات كبير لصالح العماد ميشيل عون، الهدف هو إنقاذ لبنان من صراعات كمان قد تستمر بالمرحلة ما بعد الانتخاب. نحن بهمنا أنه هالانتخاب يطوي صفحة ويفتح صفحة جديدة على المستوى الوطني، وأنه هالتفاهم الوطني إذا قدرنا نوصل لإجماع يكون المكون الأساسي أيضا يلي بيشكله أو بيجسده الرئيس بري جزء منه، وطبعا هنالك موقف النائب وليد جملاط، بيكون عندنا إمكانية أكبر لانطلاقة عهد رئاسي جديد مع حلول ويعني إمكانية تحقيق الكثير من الأهداف اللي نحن وغيرنا بنطمح لها، لأنه الجنرال ببيت الوسط كان له كلمة وكانت كلمته ذات معنى وقت اللي قال أنه جمعنا الأفكار القوية من كل طرف. وبالتالي نحن اليوم دوره إذا انتخب، إذا ما قدر له أن ينتخب، أن يكون قادر على جمع هذه الأفكار القوية مثل ما جمعها على شخصه، يجمعها على رؤية وطنية مستقبلية تقدر تحضرنا لمرحلة أفضل. طيب، كاستقرار عم بتقول وغيره. إنه في مساعي جدية أو بتكون تبذلوا مساعي جدية، كيف يعني المساعي الجدية؟ بأي منحة أو بأي اتجاه أو كيف؟ شو شكل المساعي الجدية؟ والرئيس بري هلا خارج لبنان وتيرجع قبل بيومين من جلسة الانتخاب. أنا قلت أنه المساعي لم تتوقف أصلاً، كانت مباشرة أو غير مباشرة، والإمكانيات التواصل اليوم أستاذ جورج موجودة، يعني منا غريبة عن حدا، وإذا في إمكانية لتزليل هالعقبات أنا برأيي بتتزلل، ولكن إذا لم يكن هنالك من إمكانية تنحكي بصراحة ولم نصل إلى نتيجة ساعتها الجلسة قائمة، وبالتالي بدنا نحتكم لنتيجتها ونشوف ما بعد هذا الانتخاب كيف يمكن ترميم العلاقة وكيف يمكن تحويلها إلى علاقة تفاهمية أكبر بكثير من ما هي اليوم. ألن لكن تكون الجلسة ألن 31 تكون مرهقة بالنسبة لنا قائمة. ألن تكون مرهقة معارضة الرئيس بري للعهد الجديد فيما لو كان المعارضة؟ برجع بكرر، نحن بنعتبر الرئيس بري مش بس هو جزء أساسي، إنما له دور أساسي في إنتاج الحلول، ونحن مصرين وحريصين أن مثل ما قلنا أن نكون سوا بانطلاقة هذا العهد يلي عم ينحط عليه أو عم ينعقد عليه أمال كتير كبيرة بظرف كتير استثنائي. نعم. عشان هيك ما بدي استبق الأمور ولا بدي حلل. نعم. أنا بس إذا بتسمح لي كلمتين، نحن مصرين على أكبر قدر ممكن من التفاهم ومن الإجماع من اليوم ل 31.
بالنسبة للنائب وليد جملاط يلي أجل قراره للأسبوع المقبل وكأنه ينتظر شيئا ما، كيف ستتعاملون مع النائب وليد جملاط؟ واليوم أرسل إشارة الوزير جبران باسيل أنه نريد أن يكون أيضا الطائفة الدرزية ضمن هذه التفاهمات. أنا عندي قناعة شخصيا أنه الوزير نائب وليد جملاط يعني القارئ الجيد للمعادلات الداخلية والخارجية، وخاصة أيضا الحريص على وحدة الجبل، وبعرف أكثر من مرة قد ايه كان يتضايق وقت اللي يسمع أنه هنالك إشكاليات أكان بالخطاب السياسي بيننا وبينه أو أكان على الأرض، فكان يبادر فورا الاتصال بالعماد عون ويوفد ناس وإلى آخره ويصير في حركة لتطويق هذه الأمور. النائب جملاط اللي هو حريص على هالوحدة، شو بدنا أحسن من مشهد أو هو لقله لقلنا يكون عم بيلاقي فيه ميشيل عون وسمير جعجع اللي هن اثنين اليوم يمثلوا ويجسدوا هالإرادة المسيحية حول شخص الرئيس. شو في أفضل من هالمعادلة أن نلتقي نحن وياه على رئيس مسيحي المسيحيين يعني بالدنيا. عم تعملوا إغراءات بهذه المعادلة بالوقت اللي هو حليفه الكبير هو الرئيس بري كمان، يعني يربطه بالرئيس بري علاقة قوية وحلف سياسي قوي. إذا بتسمح لي بعتقد هو مش من النوع اللي يعني بينعمل له إغراءات، يعني صريح بما فيه الكفاية حتى يقول اللي براسه واللي بده إياه. لكن أنا عم بقرأ معك أنه معادلة الجبل ومعادلة الجبل ومنها معادلة وحدة لبنان تتأثر بشكل كتير كبير تاريخيا، عم بحكي مش عم بعمل هلأ تحليل سطحي. من سنة 1860 لليوم هالوحدة بتأثر على وحدة لبنان سلبا أو إيجابا وفقا لميزان العلاقة بين المسيحيين والدروز. نعم خليني هذا ظرف استثنائي وتاريخي، وأنا أعتقد بأنه سوف نلتقي مع النائب وليد جملاط بمنتصف الأسبوع المقبل إن شاء الله وقت لح يعلن قراره. رح تلتقوا معه قبل ما يعلن قراره ولا من بعد ما يعلن قراره؟ لا قصدت أنه رح نلتقي معه بالموقف، يعني رح يكون موقفنا إن شاء الله مشترك. هذا اللي أنا شخصيا بعتبر أنه قراءته والتحضيرات اللي عملها، خاصة اليوم عم نحكي كمان على المستوى السني وعلى المستوى الشيعي، يعني عم نشوف هنالك إجماع كتير كبير على هذا يعني على هذا الحل أو سيكون التسوية أو هذا هل الاتفاق سيكون هناك اللي بيجسده دعم ترشيح العماد ميشيل عون. هل سيكون هناك زيارة من العماد عون للنائب وليد جملاط؟ ممكن انطرحت الزيارة بالأيام القليلة الماضية، ولكن تحديد وقتها إلى آخره هذا أمر طبعا بيتعلق يعني بالجهات اللي عم تتولى تنظيم هالزيارة. هل وارد يكون في زيارة؟ هل وارد زيارة للنائب سامي فرنجية؟ كل شيء بهالإطار وارد وفقا طبعا لرغبات الأطراف كلها، وبذات الوقت يكون في نضوج لحتى تكون الزيارة إلى كمان إلى مدلولات الإيجابية. لكن أكيد نحن مع التواصل مع الوزير الفرنجية، ونطمح أكيد أنه كمان نكون نحن وياه بحد أدنى من التفاهم، نحترم رأيه ونحترم موقفه. لكن إذا عم تسألني إذا نحن بدنا نتواصل معه أو هنالك مانع من التواصل معه، لا ما في مانع إطلاقا، وضرورة الاتصال. لا أنا عم بسأل تحديدا إذا انطرح موضوع زيارة للجنرال إلى بنشحة عند الوزير سامي فرنجية تحديدا. هلأ بالوقت الحاضر ما سمعت أنه هذا الأمر انطرح بشكل يعني جدي، ولكن مثل ما قلت بالمبدأ هذا الأمر مطلوب وممكن في حال يعني سمحت الظروف. نعم بيبا أسألك عن ما ورد في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم، وتوجه إلى جمهور التيار وطلب من جمهور التيار ما يسمح لحدا بتشويه هذه العلاقة. هل في جو شعبي داخل التيار يعبر عن مشاعر سلبية تجاه حزب الله حتى السيد نصر الله حكي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، وحتى كمان قال أنه على سبيل المزاح أرسل من يقول الجنرال إذا بدك انتدب حدا من تكتل التغيير والإصلاح يشوف نواب كتلة الوفاء للمقاومة شو الاسم اللي بدهم يسقطوه بصندوقة الاقتراع، لأنه الاقتراع سري يعني ما فيهم يفتحوا الورقة ويشوفوا
الناس انه لمين عم بيصوتوا، فاذا بدكم خلي يكون في حدا من النواب يبرم على نواب حزب الله ويشوف اسم مين عم يكتبوا، يعني تيوصل لهالدرجه من الكلام، يعني شو الجو الشعبي اللي سائد تجاه حزب الله عندكم؟ لا بعتقد انه نحن بأواعدنا وخاصة بجونا السياسي وبكلام العماد عون وكلام كلامنا كلنا بكل المراحل لم يكن هنالك تشكيك بموقف سيد حسن ولا بموقف حزب الله. طيب لكن فإذن ليش قال هالكلام؟ نحن إذا بتسمح لي هنالك كثير من الضخ من تحاليل ومن بعض المواقف السياسية يمكن لحلفاء لنا أو خصوم بياخدوا بعين الاعتبار موقف الرئيس بري أو مواقف أخرى. كنت عم بسمع هلأ بأول حلقة بعض يمكن يكونوا نواب أو غيرهم من تحالف 8 أدار وبيربطوا بموقف حزب الله. نحن أكيد كلام سيد حسن الليلة مهم جدا، هو كلام حاسم مش لقلنا نحن، إنما لكل حدا يمكن كان عنده شك بموقف حزب الله. لا كان عم يتوجه لجمهور التيار، كان عم يتوجه للقواعد الشعبية بالتيار. سمعت سمعت سمعت، لكن هذا التوجه مثل ما قلت هو عم يحكم على تأثر بعض الأحيان. إذا بدك تحكي تواصل اجتماعي أستاذ جورج، يعني اليوم كل الناس بتطلع وبتحكي، يعني شو بيطلع ببالك تطلع بتحط على الفيسبوك او على تويتر او ولا وين ما كان، وهذه الافكار بتوصل وهذا امر صحي. لكن اليوم مثل ما قلت هنالك موقف حاسم، هنالك كلام بالمباشر، هذا بدل عن حرص عند السيد حسن نصر الله على العلاقه بيننا وبينه وبين قواعدنا وقواعد ايضا حزب الله وما يمثل على الصعيدين الشيعي والوطني، وهذا امر جيد. لذلك كل اليوم قواعد لأي طرف لأي حزب قد تتأثر بموجة، والمهم جدا أن تتوضح الأمور، وهذا الكلام الليلي بعتقد هو كلام جازم. وإذا بتفوتوا على شبكات التواصل الاجتماعي هلأ بتشوفوا ردات الفعل الإيجابية اللي جاية من كل قواعد التيار. أنا بدشكرك أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على هذه المداخلة، وأعرف إذا بعدين رح نصير نعيط لك رئيس تكتل التغيير والإصلاح، لأنه عم ينحكى أنه بعد انتخاب العماد عون رح تصير أنت رئيس التكتل. صحيح الكلام. كمان هيدي من التحليلات ومن الامور اللي انا لحد اليوم بعد ما سمعت فيها لا يعني بس ولا حكينا فيها ولا حدا عنده الهاجس. نعم بقى بعتقد انه لا هيدي كمان من الشغلات يلي كمان بنسمعها دائما ودوما، وبشكر غيرتك فتحت لي مجال اني اوضح. عم بقول لك الاستاذ جوني منير انه فعل خير هيدا. عسلامته أستاذ جوني، مش عم تزبط معه كل هالفترة فليت الخير معي هو بيعرف. على كل حال أنتوا جيران ما هيك؟ مش إذا بيسمح لنا مع أكيد أكيد جيران، أنتوا مش نفس قاعدين حد بعضكم تقريبا هيك. هو فوقي على كيف بدك فسرها. شو بدك تقول له كنا؟ لا هذه بس نتمنى له التوفيق أكيد. على كل حال شكرا، أثبت خبرته وقدرته وقدر يجمع القضات كمان، يعني كمان منا قليل بقصة تفاهم مع راب، يعني هو صحيح. هو الأستاذ ملحم كمان نسيت الأستاذ ملحم رياشي التوأم روحه. شكرا لك أستاذ إبراهيم كنعان، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا أستاذ جوني وأستاذ جور، يا أهلا. بدي ارجع لعندكم، عندكم اي تعليق على الكلام اللي ورد عند استاذ؟ لا بس جاني تعليق من استاذ وئام وهاب، كان عم بيقول بعد بيقول لك انه هو بفتكر عنده حساسيه على موضوع وليد جنبلاط، بيقول انه وليد جنبلاط ما قال له بقى غير انه قطع الشوط انه بده يمشي، بما معناه انه ما بقى قادر يقرب. وهون بفتكر يمكن كانت يمكن احدى شروط وليد جنبلاط كان موضوع وئام وهاب، انه انا اذا بدي كفي لقدام في شرط انه ما يتوزر او يجري، يعني يصير نايب ولي جملات باحد المناطق. هلا بغض النظر بعد كان عنده هيدي الاشاره ومش هيك عم لك اياها بعت لك اياها لك يعني. طيب خليني قبل ما فوت على الفاصل الاعلاني بدي انطلق معكم من
أجواء مقالاتكم وتحليلاتكم بالفترة الأخيرة، يعني لما بتقول أستاذ جوني أنه وزير الخارجية الروسي وقت استقبل الرئيس الحريري قال أنه تحدث عن لبنان من خلال انتظار الحرب الدائرة في سوريا، وهذه نقطة يستوجب التوقف عندها، كما أنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية لذلك أيضا قد يأخذ حل العقدة المتبقية بعض الوقت وربما أبعد من نهاية الشهر الجاري. كانت هذه بإحدى مقالاتك. صحيح، بس خليني أوضح أنا هون شغلة. لا، ما أنا خليني أستعرض كلهم. بعدين قلت أنه عقد كبيرة لا يمكن حلها إلا من خلال إرادة دولية كبيرة. صحيح. ما يعني أن على لبنان الانتظار وربما التحضير للانتخابات النيابية لا الرئاسية. كان الجواب الأول صحيح. الأستاذ جورج بكاسيني بتقول أنه المطلوب واحد عند حزب الله، إطالة أمد الفراغ قدر المستطاع إلى أن يحين أوان قبض ثمنه في موسم البزارات الإقليمية والدولية. هذه كلها المقالات يعني، أو في كتير غيرها خلال هالشهرين الأخيرين. كيف فجأة قدرنا أن نوصل بظل كل الجو الإقليمي والدولي اللي ما تغير ولا تبدل، كيف قدرنا أن نوصل لتسوية داخلية؟ خلينا نسمع رأي الأستاذ جورج وبعدين رأيك، تفضل. شوف، اللبنانيين مرقوا بتجربتين بالسنتين ونص لهلا، أثبتوا أنه تجربتين ما بينجبوا رئيس. التجربة الأولى الانقسام بين 14 و8 أدار، بحكم أنه 14 لا تملك أكثرية السلطتين بمجلس النواب، وبحكم أنه 8 أدار لا تملك هذه الأكثرية، الانقسام ما أنجب رئيس، الطرفين ما قدروا يجيبوا رئيس كل واحد لحاله. التجربة الثانية، العنوان الثاني، الانتظار. كان في انتظار داخلي وانتظار خارجي، كمان هذا الانتظار ما أنجب رئيس، لذلك ما كان في بالأفق تجيب رئيس للجمهورية وتعمل انتخابات رئاسية ويكتمل النصاب الدستوري بالجمهورية إلا أنك تعمل تسوية، وهذا اللي عمله الرئيس الحريري. يعني لا، بس أنا سؤالي بغير مطرح، سؤالي أنه إذا كان كل الحديث بالفترة السابقة أنه بدنا جو إقليمي ودولي يمهد لهذا الاستحقاق وفي اهتمامات، نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم من شهر قال له تصريح فيك تطلعوا، قال ما في شيء بلبنان انتخابات قبل الانتخابات الأمريكية. هذا الجو كان مطروح بالبلد. يعني اللي كتبه الأستاذ جوني أو اللي كتبته أنا، هذا كان موقف حزب الله. إيه، فأنا عم بسأله شو اللي تغير. هذا اللي عم جاوبك عليه أستاذ جوني. حزب الله كان موقف وربط الوضع الداخلي اللبناني بوضع المنطقة. إيه، هلأ بطل ربطه. اسمحني وهذا الشيء عبر عنه الحزب، مش انه عم نألفه، ولكن بهاي استراتيجيه في استراتيجيه اخرى خرقت هذا الخيار او هذا الاتجاه، هو الشيء اللي عمله الرئيس سعد الحريري بكل بساطه. يعني لا مشي بخيار الانتظار. طب وكان يعملوا من قبل؟ لا. يعني ما زال هالقد انه قادر يعمل هذا الخرق. الرئيس الحريري عمل اكثر وفي عمل هيك من الاول. اسمح لي عمل أكثر من مبادرة. الطبيعي والبديهي يبلش أول مبادرة تكون من بيته أو من البيئة السياسية اللي هو بينتمي لها، اللي هي بيئة 14 أدار. جرب هيدي المحاولة فشل. الدكتور سمير جعجع أخذ 44 صوت وما قدر. وجرب محاولة تانية مع الوزير. جرب محاولة تانية مع الوزير فنجي من بيئة سياسية أخرى، على قاعدة أنه لربما هيدي المحاولة تقدر تخلي او تقنع حزب الله بانه روح على الانتخابات. كمان فشلت. نعم. وهيدي اخذت سنه يا استاذ جورج، مش شهر وشهرين. طيب، راح على هذا الخيار. ليش هلا؟ لانه قربنا من الربع الساعه الاخير الفاصل عن الفراغ الشامل بالجمهوريه. نحن، وهذا الشيء قاله الرئيس الحريري بخطابه، نحن بعد 6 اشهر بعد الانتخابات النيابيه بظل غياب رئيس الجمهوريه، نحن رايحين على فراغ شامل. يعني دوله محلوله، لا رئيس جمهورية لا حكومي ولا رئيس حكومي، وإذا النواب قبلوا ينتخبوا رئيس مجلس بيكون رئيس مجلس وحده حاكم بالجمهورية، وإلا إذا ما انتخبوا أو إذا المسيحيين رفضوا انتخاب رئيس مجلس بغياب رئيس الجمهورية، صارت دولة عوضنا بسلامتك. لذلك اختار محل الدولة الفاشلة. لذلك اختار أفضل ممكن بالنسبة، اختار الخيار الوحيد المتاح الذي يمكن أن ينجب انتخاب رئيس. نعم. أستاذ جوني، بشك برجع للسؤال الدولي، هو حتى يعني الجو الروسي مثلا لحد هلأ كان بعده عم بيقول
قال بتصريح علني وزير الخارجية انتظار حلب ما قال هيك، انتظار الأحداث في سوريا، وأيضا الجو الروسي كان بفضل يروح على مرشح وسط. مستقل وسطي مستقل لقناعته أنه ما كان بيمرق مرشح طرف. الأمريكيين امبارح كمان أعلنوا عن تحفظهم بطريقة ما، وهن ما كتير مرحبين بموضوع العماد عون، لكن مش رح يفشلوا، كان واضح تصريحه لوزير الخارجية. وحتى بعدين توضيح، صار في توضيح يلي طلع عن وزارة الخارجية جرب يعكس أنه نحن لن نفشل هذا الموضوع، بس لكن نحن منا يعني مش كتير حابينه. الفرنسيين كمان بنفس الإطار، بالتالي هذا المناخ كله سوا كان ضده. شو اللي تغير؟ برأيي الخطوة اللي عملها الرئيس سعد الحريري مع السعودية هي الأساس. صحيح هي مبادرة داخلية، لكن أكيد هنالك مناخ خارجي عم بقصد فيه إيراني سعودي. يمكن الدفشة اللي قدر عملها الرئيس سعد الحريري كانت بأنه قدر أنا خليني أقول قرار بالمملكة، لأنه في قسم كبير أو في أجنحة هي ضد رافضي لهذا الموضوع، لكن بالآخر تظلل بقرار يعني نعني جيدا ابنه للملك يلي كمان هو ولي العهد ويلي بالآخر جاب غطى من الملك على ما يبدو. على الأقل عدم ممانعة. وإذا تتذكر يلي طلع عبركم بالنيو تي في كلام عبد اللهيان بإيران، ولما نفسروا فسر خطأ في لبنان، هو بالحقيقة كان عم يعطي تأكيد أو موافقة أنه في علم سعودي، في علم مخابرات، قال أنه الرئيس سعد الحريري بعلم سعودي عم يتحرك، وقال نحن مرشحنا هو العماد عون الذي هو مرشح محور المقاومة وكذا، فسر خطأ، بس لكن الحقيقة كان عم يعطي الأوكي تبعه. صار في تقاطع سعودي إيراني ولا ما كان فيك تعملها يعني بس بالإمكانيات أو محلية ما بتنع أكيد لا، بدك غطى خارجي. إيه بس ليش هذا الغطى؟ طلع سعد الحريري بالآخر عامل فيت عكس التيار عنده. إيه بس في عكس الموجة عنده ما بيقدر يكفي من دون غطاء سعودي. بس السؤال ليش هلأ بهالوقت؟ لأنه العالم شغال. يلي ما تغير شيء. مشكلة على السؤال. وهذا السؤال. ما تغير شيء بالتعقيدات الإقليمية. رئيس سعد الحريري ملح على هذا الموضوع. يعني بالآخر هو ضغط بهذا الاتجاه. ليش؟ أولاً بالآخر ما فيك تعرف شو في تطورات بالمنطقة. خلي نبلش بالداخل اترك هوديك لبرا. بالداخل في عندك مثل ما اللي شرحنا بشوي. الاستحالة المقبل. ورايح باتجاه أنت محلات خطرة. انت لو رحت باتجاه استحقاقات داخلية مثل ما كان مخطط له، نعم كان بيصير في عندك انهيارات بالمؤسسات يلي بتاخدك باتجاه مؤتمر تأسيس صحيح. يعني هذا يلي كان بياخدك، وهذا ما لا ترغب به المملكة العربية السعودية. طار طائف يعني، اذا تتذكر انت الكلام لما طلع الوزير جبران باسيل قال على التلفزيون بالحياة كان مطلوب يوضح ثلاث نقاط علنا، واحدة منها الالتزام باتفاق الطائف، وأيضا علاقته بالمملكة العربية السعودية كيف بتكون، وثالثا موضوع سلاح حزب الله في أو موضوع قتال حزب الله في سوريا. كانوا أول ثلاث نقاط يلي مطلوب أنه يعلنوا أو يوضح. خليني أقول شغلة بالداخل، فأزم في هيدي اثنين عنده أزمته، أنا بصر على هذا الشيء، وهو لأول مرة بخطابه تحدث عن موضوع أنه أنا حطيت مصريتي وثروتي بالموضوع اللبناني، لكن هذا مش يعني جاي يطلع هونيك بس، لكن بده يحمي حاله كمان بالسلطة بالآخر، حط بالآخر في سياسي وفي موقع لإله، والموقع هذا يحميه في السلطة. ثلاثة برأيي حتى الواقع في الخليج وداخل المملكة العربية السعودية كما للرئيس حريري أصدقاء في السعودية، هنالك أصبح له البعض يلي بيناصبوا العداء واعتقاده طالما الوضع هيك يجب أن يستعجل من أجل أنه يقدر يثبت هذا الحل في لبنان، وهذا اعتقادي يلي دفعوا كل هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى أنه يروح بهذا الاتجاه. بهذا الوقت كان عماد عون عم يتواصل من خلال جبران باسيل مع نادر الحريري، وقدم بهذه المفاوضات يلي صارت، قدمت صيغة ارتقى أنه نعم تلائمني يعني بتلائمه للرئيس سعد الحريري بهذا الإطار. وخليني أقول لك أكثر حتى بالموضوع الداخلي، أنه قد يجد الرئيس سعد الحريري بالعلاقة الجديدة شهر العسل الذي سيطول شحطين تحته بينه وبين عماد عون وهو في رئاسة الجمهورية، أنه في أمور أنا لحالي ما كنتش قادر حققها. حتى حلفاء المسيحيين كانوا يلي ب 14 أدار ربما ما كان عندهم القدرة أو ما قدروا ساعدوني بهذا الإطار. العماد عون قادر انه بكل رياحة يعني مثلا قال اليوم انه انا في عندي وانا بقدر باخذ عامل التفاهم
مع الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فات لهونيك انه الانتخاب 31 و31. كان لبس معلوماتك العماد عون كان بده يسبق الجلسه ما ياخرها، وبالتالي ما استوقفوا رغم صعوبه الموضوع مع الرئيس نبيه بري، وبعد شوي بنحكي عنه اذا بدك بتفاصيله، وما استوقفوا. فاذا يعني هن رايحين صوب ثنائيه، فاذا يعني اللي حكيوا عن قصه ثنائيه يعني، فاذا انه رايحين على ثنائيه. خليني اقول لك شغله، لا شو موقعه العماد عون، التعالق التحالفية بينه وبين حزب الله، وأنا برأيي هذه ركسورة جديدة رح تصير عندنا لقدام، بعد بكير شوي نفهمها لنشوفها بالممارسة قدامنا. العلاقة التحالفية على الخطوط العريضة ما في شيء بيغيرها، بس بالوقت نفسه قلت لك هنالك شهر عسل وتفاهم مع الرئيس سعد الحريري سيستمر إلى فترة طويلة وربما يتعمق أكثر. إيه بس هيدا شهر العسل ألا يعني ثنائية بالحكم أو بالممارسة اليومية أو بملفات عديدة لها علاقة بمواضيع سياسية واقتصادية؟ جواب نعم، ولكن من شان هيك لما شفت سمعت اليوم السيد حسن نصر الله، إذا بدك وأنا هيدي بعد شوية نحكيها، هي بتبين بالحكومة لأنه يعني أولاً ميشيل عون رئيس جمهورية ب 31 الشهر، سعد الحريري رئيس الحكومة مكلف قبل 10 قبل 10 تشرين الثاني اكيد بتكون خلصت، ولكن بتأليف الحكومة رح تبين هالمشاكل الكبرى. وحدة منها السيد حسن يوم شو قال؟ قال لبنان لا يحكم بالثنائيات لكذا وكذا. انا برأيي عم بسمي على هذا الموضوع انه نحن نلتزم بدعم وصول عماد عون لرئاسة الجمهورية، نحن نلتزم ايضا بما تعهدنا به بعدم معارضة وصول أو تسمية الرئيس سعد الحريري، لكن هودي وبس. لكن هل رح يسموه هن؟ لن يعترضوا عليه. هون كان في إشكال إنه المقصود فيه إنه يسموه، سموه أو ما سموه يعني بهذا الموضوع سيحظى على الأكثرية، وبرأي أكثرية ضئيلة سيكلف يعني. بس لكن برجع بقول لك هيدي هي النقطة الأساسية اللي ممكن تبين، ورح أحكي عنها أكثر بسيئة الحلقة. أستاذ جورج كان عندك تعليق على قصة الموضوع؟ أنا يعني مع مشاركتي لنقطة واحدة قالها أستاذ جوني بتمني علاقة شهر عسل طويل بين الرئيس الحريري والعماد عون. تتوقعوا أنتم كمان من ناحية بتمنى يكون شهر عسل؟ تتمنوا ولا أكدين؟ لا يعني أنا فات بتمنى إيه، بس فات هالفوتة، فات هالفوتة اللي قالوا عنا انتحار، إنه عم ينتحر الزلمة. الرئيس الحريري، ورح أحكي عن هذه النقطة يعني كيف رأي بعض الشارع أو بعض. خلينا نبلش بهاي زي. لا هيدي خليها لبعد الإعلان. بس فايتين بهالفوتة ومش ضامنين إنه يكون في شهر عسل؟ اسمح لي. اولا من مخلفات ثقافه الوصايه يا استاذ جورج انه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يكونوا مختلفين. الدستور بيقول توازن السلطات، بس بيقول تعاونها كمان. الشيء الطبيعي انه يكون متفاهم رئيس الحكومه مع رئيس الجمهوريه. اولا هو سلطه وحده اجرائيه. ثانيا اذا هو مختلفين كل شيء بيتعطل بالسلطه الاجرائيه والتنفيذيه، فالطبيعي والبديهي والضروري انه يكونوا متفاهمين، مش انه تركب. وحتى رئيس مجلس النواب، لانه كمان السلطه التشريعيه دوره اساسي بالنظام اللبناني، ونحن ما ننسى نظام برلماني حسب نص الدستور. فالامر البديهي والضروري والواجب يكون موجود التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومه ورئيس المجلس. يعني ترويكا رجعنا؟ لا يا اسمح لي. هيدي بدع يا استاذ جورج طرقت على الحياة السياسية، مش بس بعد الطائف، قبل الطائف. حتى أنا سمعت العماد عون هذيك اليوم عم بيقول ببيت الوسط، قال النساء وطني. بس إنه بال 43 كان ثنائي، بعدين صار ثلاثي ترويكا، ومظبوط معها بعد الطائف ركب على قاعدة ترويكا. وبعد 2005 صار رباعي كمان. بس مش هذا المساء الوطني. الوطني يعني بين كل اللبنانيين عال. هلا اسمح لي. بس السلطات بالبلد، وهن اربعه اصلا مش ثلاثه، في السلطه القضائيه كمان، هيدا شيء ثاني، مش معناتها انه مركبين ترويكا او ثنائيه او كذا. اصلا بعد الطائف يا استاذ جورج، الطائف شيء ثاني تمام. الوزير له دور يوازي احيانا دور رئيس الجمهوريه او رئيس الحكومه، يقول له سلطه مستقله، له كيان. هذا الطائف طائف شراكه بين الكل، مش ثنائيه ولا ثلاثيه ولا خمسيه. اثنين، اما بس بدي ارجع للشيء اللي قاله الاستاذ جوني عن دور السعوديه وايران وكذا. يعني انا بصراحه بعتقد، يعني مش بعتقد، بقدر اجزم انه يمكن هيدي ثاني تجربة لبنانية بالانتخابات الرئاسية بنشوفها ملبنانة هالقد يا
السجوني. السعودية وإيران أيامي حرب بينهم، حرب حرب، بس ما أخذ حرب، ما أخذ، كانوا عم يتأخروا ولا يقدر يأخذ أوكي من السعودية. يا أستاذ جوني اسمح لي، أولاً السعودية لا بتتدخل بهي القصص وبحياتها ما تدخلت يا أستاذ جوني. أكيد بتسمع رأي حلفائها، أكيد بتسمع رأي أخصامها. يا أستاذ جوني ما ننسى قبل ما يغادر السفير السعودي الأستاذ علي عوض عسيري لبنان، عمل عشاء بالسفارة السعودية داعي عليها العماد عون، كان ضيف شرف. السعودية عم بتقول من فترة طويلة أنا ما بدي أتدخل ولا إلي علاقة بهذا الموضوع. إيه بس قال لك ليش؟ أنا مش حاطة فيتو على حدا. إيه بس قال لك ليش تأخر لكان بإعلان تبني ترشيح العماد عون، ونقال إنه راح على السعودية والتقى ولي العهد، وكان ناطر ضوء أصفر أو أخضر أو عدم ممانعة أو إلى آخره. هذا كله الحكي موجود بالبلد. بناقش المسؤولين السعوديين بهاي المسائل الكبرى وكذا، بس هيدا شيء، وانه المملكة العربية السعودية عندها هذا الموقف او اخذت هذا القرار او حطت فيتو على فلان، طيب هذا اللي صار هلا شو بيعني؟ ما بينفي كل الحكي من سنتين ونص لهلا انه في فيتو سعودي على العماد عون؟ مثلا واشتغل عليه الرئيس، كيف في فيتو؟ يا استاذ جوني اشتغل عليه هلا عم يعني عم نقدر بالغيب. لا استاذ جوني السعودية السعودية يا استاذ جوني، هذا يعني سياسة معلنة واضحة ما بدها مين يحللها يعني. بحياتها ما تدخلت اصلا، عندها اولويات هلا، كل العالم تعرف يا استاذ. ايه بس عنده راي مختلف. خلينا نسمع شو رايك. انا بوافقك الراي طبعا، الحرب ما بدها اثنين يقولوا الحرب ومتصاعده واكثر من بعضه، بس هذا ما منع انه يكون في تقاطع على تمرير الموضوع اللبناني. برجع بذكر تصريح عبد اللهيان يلي طلع كردا للنيو تي في كان يومتها، يلي قال بشكل واضح الرئيس سعد الحريري يتشاور او انه اخذ ضوء او في علم سعودي بتحرك الرئيس الحريري تجاه تأييد لعماد عون. اكثر من مره كان ناطر يعني ينطر هون ذهاب الرئيس الحريري وعودته من السعوديه من شان ياخذ يعني يقدر ياخذ المباركه بهذا الموضوع. ونحكى اكثر من هيك، نحكى عن ضوء اصفر لم يكن اخضر ولا احمر ولا احمر، واخر مره راحوا بالعوده صار بين الاصفر والاخضر. هلا انا بتمنى بس انه بالاخر يعني ما انا عايز العزيز العزيز صار بالاخر قالوا هيك كمان. قالوا انه المملكه العربيه السعوديه معترضه على خيار العماد عون. مزبوط بالحقيقه كان في قسم نعم بس كان في يعتمد كان في قسم لا مشان هيك مشان هيك انا قلبي وضوح مشان هيك قال اصفر القرار هيك قال اصفر القرار رجع صار اورانج قدر اخذ عزيزي. الأمير عزيزي 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 ولي العهد هيدي تسوي لبنانيين 100% منيح بدون مباركة سعودية. مش عم بقول معترضين السعوديين مش عم بيصدقك ما حدا معترض يا أستاذ جوني. أصلا كل المجتمع الدولي قرف منا وقال بلغ كل المعنيين انه غيروا حلوا عنا يعني. مني عم بيقولوها يا استاذ جوني، الموفد الفرنسي هولاند الرئيس الفرنسي اللي اجى على بيروت قال يا خيي روحوا اتفقوا بين بعضكم نحن ما فرقانين معكم. كان المفروض تعلم 8 اب بتذكر حضر حاله العماد ممكن في اسباب اخرى على جلسه 8 اب بعدين باخر اب بعدين بايلول في اخر صلاه لانه كان بانتظار هذا الموضوع. هلا بغض النظر منا مهم هيدي يعني ممكن تكون عادي لاسباب تفصيليه، ممكن تكون عادي لاسباب جوهريه، بس مش بالضرورة عادي لأسباب سعودية أو لأسباب إيرانية أو هيدي تسوية لبنانية 100% يا أستاذ جوني. طيب كان من الجرأة اسمح لي هاي التسوية قامت على معادلة في خصومة سياسية، في صراع سياسي بين تيار المستقبل وبين تيار الوطن الحر عمره 11 سنة الآن. صار أكثر من حوار بين الطرفين بال 2005 بال 2006 بال 2008 بال 2011 بال 2014، وكانت تنكشف بالاعلام وينقال فلان شاف فلان وفلان التقى بفلان بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. على كل حال انت كنت شاهد على اول حوار بال 2006 ببيت احد الاصدقاء بينك وبين الوزير جبران، بس كان وقتها مش وزير. صحيح. ووقتها راح التقى الرئيس الحريري بالرياض حسب ما انت كاتب القصه. صحيح. ووقتها اختلفوا لانه كان الوزير باسيل عم يطلب راي الرئيس الحريري بالاستحقاق الرئاسي بعد 3 سنين سنة 2008. ما بتذكر الحقيقة ما بتذكر، بس بعرف انه هذا الحوار بلش من هداك الحين. اذا بدك خود تذكر 2006 هيدا مقالك من 5 سنين. اوكي شكرا. ف
هذا حوار أخذ يعني سنوات يا أستاذ جود، أخذ سنوات. هلأ أحياناً كان عنده عنوان حكومي وقت المشاركة بالحكومات، وأحياناً له عنوان رئاسي وألوان، أحياناً له عنوان سياسي، أحياناً في تقاطعات حصلت. هيدي تسوية أستاذ جون، لا حدا راح عند حدا ولا الثاني راح عند الأول، صار تسوية أعلنوا عنها الطرفين، عماد عون من جهة والرئيس الحريري من جهة، توافق على الطائف، توافق على عودة عجلة الدولة، توافق على تحييد لبنان. طيب. هي تسوية لبنانية يا أستاذ جون، خليني. وأنا برأيي ميزتها هذه التسوية إنها لبنانية. اقتنعت استاذ جوني؟ مش كثير، لا اسمح لي. ما بعد كل هيدي المحاضره مش مقتنع. اكيد في، اكيد في يعني في مباركه اقليميه اكيد. في ما كانت بتصير لو ما اخذ في عندك موافقه سعوديه وموافقه ايرانيه، مستحيل انه كانت تصير. وهي الموافقه الايرانيه سمعناها، السعوديه صارت بطريقه. فرق بين مباركه وبين صفقه اقليميه. انا ما قلت صفقه، ما قال صفقه، لانه قال انه موافقه او مباركه. استاذ جوني قلت في شيء بين السعوديه وايران ركب عليه الاكس اللبناني. لا هيك هيك. لا لا, لا, لا سمعتني غلط. طيب او انا عبرت غلط. خليني بس بدي فوت على فاصل اعلاني. تقاطع صار على موضوع الرئاسه في لبنان بمعظم المواضيع المنطقه. ما في صفقه كبرى. نعم خليني فوت على فاصل اعلاني بس بالعوده لهذا المقال تبعولك استاذ جورج بال2011. يعني تفاصيل هذا المقال بعد 11 سنة تمت القصة اللي كان عم ينحكى فيها بأول لقاء بين تيار المستقبل وبين التيار الوطني الحر. يعني بال2005 كان بلش الحكي، بال2016 صارت، يعني 11 سنة. فاصل إعلاني ومنتابع الحوار. نابش أرشيف منيح. ونتابع هذه الحلقة مع ضيفينا جورج كاسيني وجوني منير. ما قام به الرئيس الحريري خطوة انتحارية، كتار وصفوا الوضع بأنه خطوة انتحارية، آخرين قالوا تسوية مذلة واستسلام مثل ما قال الوزير أشرف ريفي ودعا إلى مقاومة سلمية لمنع وصول مرشح الوصاية الإيرانية. هل فعلا ما قام به سعد الحريري انتحار؟ خطوة بتقارب الانتحار، انتحار يعني حتمية. هل هو قال هذا الشيء؟ هو بخطابه يلي كان موفق فيه برأيي أنا قال هذا الشيء، وبهذا الخطاب كان مشغول بشكل جيد بحيث حاكى الوجدان الشارع السني يلي كان طبعا ما بدنا نخبي فيه، عنده مشاكل كتير مع بس اعتبروا السيد نصر الله اليوم انه كان خطاب تصعيدي بوجه حزب الله، وانه هو عم برشح العماد عون هجم على حزب الله. الجزء يلي مصعد فيه باتجاه حزب الله كان بحاجة له، بغض النظر على انه هو يعني كيف يقولوا يؤمن به، بس لكن كمان بحاجة له ليخاطب شارعه. اخي رايح على محل قاسي، ونحن شفنا برأيي كان النتائج كانت أقل قساوي مما كان متوقع. حتى على مستوى الكتلة النيابية تبعه الاعتقاد، أنا سمعت الأستاذ مصطفى علوش، دكتور مصطفى علوش من فترة مش ثلاث أسابيع كان عم بيقول 80% من أعضاء الكتلة بيصوتوا ضد العماد عون. بيّن مش هيك. بعتقد هلأ بشكل مرتاح يمكن 80 أو 85% بيصوتوا لشكل بمعه. طيب خليني أسأل الأستاذ جورج كاسيني، شو ردكم على من يصف ما قام به الرئيس الحريري بالاستسلام وبالتسوية المذلة وبالانتحار السياسي؟ أولاً انتخاب رئيس جمهورية للجمهورية مش انتحار ولا تسوية مذلة ولا غير مشرفة. هذا وسام بيعلقه على صدره سعد الحريري لأنه عمل مسعى جدي لسد الفراغ. هو له سنتين ونص الرئيس الحريري، شو عم بيقول يا سجور؟ هو تيار المستقبل شو عم بيقولوا؟ عدونا الفراغ ونحن بدنا نسد الفراغ. شو قضيته من سنتين ونص؟ كل ما يوعى الصبح وكل ما ينام بالليل بيعلن موقف ضد الفراغ. مزبوط ما لا؟ هذا موقفه لسعد الحريري. طيب عمل محاولات عديده ما نجحت، وصل لمحاوله ان شاء الله رح تنجح وهيئتها رح تنجح بس تيسد الفراغ. فهيدي مش انتحار، تسكير الفراغ برئاسه باعلى موقع بالدوله مش انتحار. بعدين نحن شو شعارنا؟
مش نحن شعارنا العبور إلى الدولة؟ كيف تعبر إلى الدولة إذا ما بتعبي الفراغ بأعلى سلطة بأعلى رأس على رأس الدولة؟ لا أبدا مش انتحار، مخاطرة. الشيء اللي قاله أستاذ جوني بيقصد الكلام من الرئيس الحريري على المخاطرة. مخاطرة إيه؟ بظل معادلة ممكن تنجح ممكن ما تنجح، لأنه بس في عندك شارع، في عندك شارع، في شارع رافض لهذا الخيار، في نواب لم يلبوا الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي ببداية الوسط، في نواب ما رح يصوتوا، في شخص أساسي اللي هو الرئيس فؤاد السنيورة يرفض أن يصوت كما يريد الرئيس الحريري. هذه كلها كيف بدهم كيف بتكون تحلوها داخل تيار المستقبل؟ كيف بده يمشي الرئيس الحريري بهذه الكتلة؟ كيف بده يفكفك هذه الألغام؟ خلصت. أولا بقدر أجزم لك إنه في 4 نواب بكتلة المستقبل رح يصوتوا غير تصويت الرئيس الحريري، اللي هن الرئيس السنيورة والنائب أحمد فتفر والنائب عمار حوري والرابع مين أستاذ جوني؟ اللي أعلنوا عن حاله النائب محمد أباني. نعم. وأربع نواب فقط سيصوتوا بهذا الاتجاه. رح يصوتوا بورقة بيضة ولا لسليمان فرنجية؟ ما بعرف. ما عرفت. ما تبقى من النواب، في نواب ما حضروا مسافرين بصراحة، في قسم كبير مسافر كان. اثنين يا أستاذ جورج، صحيح كان في هاي الهواجس بتيار المستقبل جمهورا وكتلة وقيادة وإلى آخره، ولكن بعد خطاب الرئيس الحريري وشرحه لهذه المبادرة وشرحه للأسباب الموجبة وشرحه أنه ما في خيار تاني متاح، كل هؤلاء اللي اعترضوا يا أستاذ جورج، حدا قدم للبلد خيار بجيب رئيس جمهورية؟ مين؟ من الخارج أو من الداخل؟ يعني هو اللي سمعهم من شوية أستاذ جوني بعض الدول هذا مش عاجبه هذا كذا، ليش حدا منهم قدم حل لرئيس الجمهورية؟ بالداخل مين القوى السياسية اللي قدمت حلول؟ كل القوى السياسية كان عندها مرشحين تدعم هذا المرشح أو هذاك، بس حدا قدم حل بيقدر ينجب رئيس جمهورية؟ أبدا أبدا. طيب السؤال فاسمح لي، انتخاب رئيس مش انتحار، وانتخاب رئيس مش تسوية مزلة، أبدا مش مزلة يا أستاذ جورج. كان في صراع نحن والتيار الوطني الحر، كل الناس تعرفه كان على الشاشات وعلى الهواء، ولكن نحن انطلقنا وصلنا لأرضية مشتركة وأعلنا الطرفين مثل ما قلت من شوي، في تأكيد على ثوابت مشتركة الطرفين التزموا فيها، ونحن هذا اللي بدنا. نحن شو هاجس بس يعني ما فيك دغري الشارع تعمل له هيك سويتش، يعني انه مشي هيك ومشي هيك، يعني لما بيجي الرئيس الحريري برشح شخصيه زعيم كبير زعيم المسيح الاول والاخري، بس هذا الزعيم قطع له ون واي تيكت للرئيس الحريري، وهذا الزعيم عملوا له الابراء المستحيل للرئيس الحريري، كلنا ما قصرنا ببعض، هذا الزعيم مش الحال، يعني انحكى كثير عن الرئيس الحريري، مشان هيك الشارع عم بيقول او النواب المعترضين عم بيتفاجئوا وعم بيعتبروا انه هيدا استسلام وانه تسويه مذله. كنا بصراع سياسي واتهمنا بعضنا، مزبوط، وانا جزء من بس هذا الانقسام وهذا الصراع انجب رئيس هيني انت شو كاتب عن العماد عمر سيدي انا عم بقول لك هذا الصراع انجب رئيس للجمهورية؟ لا. الانتظار سنتين ونص انجب رئيس للجمهورية؟ ما في الا تسوية يا استجور، يعني ما بدها اختراع بارود. نعم. التسوية هي الوحيدة الممكن تجيب رئيس للجمهورية. بعدنا عم نحكي من شوي شو مخاطر عدم انتخاب هذا الرئيس بعد 6 شهور، وكيف ممكن تصير الأمور، وكيف ممكن نروح على مؤتمر تأسيس. اسمح لي حكيت عن الجمهور يا سجور، ايه الجمهور كان متوجس، بس اسمع رأي الجمهور بعد خطاب الرئيس الحريري وبعد شرح موقفه، واسمع الجمهور بعد شوي بس ينتخب رئيس ويصير في حكومة وتمشي البلد وإلى آخره. بعدين بدي أقول لك شغلي بتكون صريح أكثر من هيك، إنه إيه في بعض الجمهور مزعوج من هذا الخيار أو زي. طيب اليوم السيد حسن نصر الله قال بلسانه عكس رأي جمهوره بسعد الحريري، قال أنا ضحيت لأنه سعد الحريري بده يعمل رئيس حكومة. هذا يعني شو؟ إنه في تسوية، مش إنه في واحد ضحى، في كذا طرف عم بيضحي.
يوصلوا لتسوية لانتخاب ريحكن ريحكن خطاب السيد بغض النظر إذا ريحنا إنه ضحى تيقبل بسعد الحريري وقصة إنه خطأ إنه كلام الرئيس الحريري اعتبره تصعيدي تجاه حزب الله هذا بريح شارع المستقبل استجوج تضحية بتكون للدستور الدستور هو حدد آليات كيف ينتخب أو يعنيان رئيس الحكومة باستشارات نيابية ملزمة إذا أخذ الأكثرية اللازمة الرئيس سعد الحريري بيعمل رئيس حكومة بكل بساطة هاي الدستور شو بدكم تعملوا أو شو بدهم يعملوا قيادة تيار المستقبل بالنواب يلي معترضين ويلي ما رح يصوتوا كما يريد الرئيس الحريري ما أعرف بصراحة ما في بحث بهالإطار هيدا عندك معلومات رأيهم عندك معلومات سيس جوني مش عم داخل فيهم بس بتصور إنه ما بعتقد بيكون في عنده ردة فعل دراماتيكية عليهم يعني فاصل يعني لا صعب انه بالاخير بتعرف الموضوع شائك عنده شو هني تيار شو هني شو هني تيار عوني لا بس انه بهذا الموضوع لا مش عم بوزو صراع اخر بس هون انه انت كنت على خلاف على مدة 11 سنة خلاف عنيف استاذ جورج ما قصر كثار ما قصر وما فيك تقلهم للنواب حتى انه بالاخير عندهم واقع صعب سيدا ربما برأيي قد ينعكس في حال وقت الانتخابات النيابية على البعض منهم في حال يعني أخذ هذا الموقف بس أنا بستبعد أنه هلأ يكون في عندهم بهذا الموقف مسألة تانية بس بدي أوضح شغلة لو سمعت بالقرن السابق كلنا بنتذكر نظرية فصل الدين عن الدولة بالغرب مظبوط لبنان يا أستاذ جورج ثبت بالملموس أنه ما يعني ما بتقدر تركب المؤسسات إلا على قاعدة فصل السياسي عن الدولة يعني ما فيك ترهن المؤسسات وتداول السلطة فيها بالصراع السياسي يعني شي مرة مثلا طيب طول عمره الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بأمريكا مثلا في صراع سياسي شي مرة عطلوا رئاسة الجمهورية والحكومة ما في بلد بالعالم بيربط السياسة بالدولة بمعنى بناء الدولة وتركيب. طيب بدي أحكي عن المرحلة ما بعد الرئاسة وعن العقبات وعن ما تحدث به السيد نصر الله سنواصل الجهد لكي نصل إلى استحقاق رئاسي هادئ وإلى ما هيك بس عندي سؤال أخير بإطار الظروف تبني ترشيح لعماد عون أستاذ جوني ليش برأيك نواب المستقبل كلهم وعلى رأسهم رئيس السنيورة تعاملوا مع خطوة ترشيح الرئيس الحريري للوزير الإسلامية الفرنجية بشكل طبيعي بينما بخطوة ترشيح عماد عون صار فيه هذه النأزة أو هذا الاعتراض أو هذه الرفض من البعض كثير من الأسباب لكن الخلاف يلي صار بالآخر عماد عون كان رأس حربة في الصراع وصل الصراع بين بعضهم ل يعني درجة عالية من الحدية ما كانت سهلة وبالتالي كان يمسي هلأ مع إسلامية فرنجية ما أخذت بيعرف محاضر أستاذ جوني عيشة ما كانت بهذا الواقع يعني لكن حتعرف هو كان من أول الناس اللي عرفوا بال يعني بهذا المنحة اللي له علاقة بتبني ترشيح لعماد عون يعني كان في عشاء كنت أنا موجود وكان هو أعد له شي نص ساعة وربع يستنطقوا للأستاذ نادر اللي لازوجوا قاعدين عم بيعملوا يعني قعدني بلا عشاء يوم اللي أنا بدي أرجع أوصل لشغلي يمكن برأيي هذا الموضوع يمكن صار ورانا وكنت عم تقول الواقع الحاد تعرف عماد عون طبيعته لما بيعمل معارك حادة وبالتالي تركت آثار كبرى على هذا رغم أنه بتعرف تفاجأت لما سمعت أنه ب 2006 كان الرئيس سعد الحريري يفكر أنه ما كان لازم 2006 ما كان لازم نترك الأمور من دون يعني اللي كان عم يذكره من شوي عم تذكره باللي كتبه هذا بال 2005 كان في مفاوضات انه ما كان لازم نترك انه كان عم يفكر انه ما مش لازم نترك كان مفروض نرجع نعمل علاقات مع العماد هون هلا نحن بمرحله جديده المرحله الجديده هي رح تكون برايي غريبه بدها وقت لتتركز او لتبين الصوره او ليكون مبين مزبوط كيف بتكون الاصطفاف الجديد موالاه معارضه بس لكن بابرز
فريقين هن كانوا بالصراع، تيار المستقبل وحزب الله، برأيي في شيء غريب لقدام كيف بده يصير مع التموضع الجديد. مش كلمة تموضع جديد، خليني أقول بالأسلوب الجديد الذي سيتبعه العماد عون. قلت لك شهر العسل ناوي أنه يطوله، بعتقد الرئيس سعد الحريري عنده هذا الموضوع، ربما بدعمه ما ينفيه الطرفين بأنه في تفاهم بين بعضهم أو أنه رح أحكي أكثر عن هذه النقطة. كان بعد الفاصل الإعلاني بفوت بقصة المشاكل كيف ستعالج، ما بعد الرئاسة كيف ستبدو الصورة مباشرة بعد هذا الفاصل. وأعود لمتابعة هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة بكلام السيد نصر الله. اليوم يقول: نحن بدأنا جهدا وسنواصل الجهد، وما نتطلع إليه أن نصل إلى استحقاق رئاسي هادئ حيث نستطيع تقريب وجهات النظر. نحن بدأنا جهدا، نوفق أو لا نوفق هذا متروك للوقت. هذا الجهد برأيك أستاذ جوني مركز على الرئيس بري أو يعني شو المقصود؟ وبعدين نوفق أو لا نوفق هذا متروك للوقت. كيف يعني؟ هاي شو هاي. خلي لك شغلة بموضوع الرئيس نبيه بري، واضح أنه في هو حكي عنه السيد حسن نصر الله اليوم بموضوع العلاقة المتينية اللي مش ممكن ويلي ويلي ويلي. تعرف التقيه هو للرئيس نبيه بري الجمعة بالليل، ولم يعلن عن هذا اللقاء ببيان رسمي إنما سرب للإعلام. وهيدي فيها إشارة، لما بتحط بيان رسمي بتكون عم تحكي عن طرفين غريبين عن بعض. المقصود انه لا، اهل البيت، وبالتالي سرب كمان من اجل هذه الساحه. بتعرف بالايام الماضيه صار في على السوشيال ميديا صار في كثير كلام عالي النبره متوتر بين حركه امل بين جمهور حركه امل وجمهور. وبالتالي كان هذا خط احمر بالنسبه لهم. لكن بالوقت نفسه كمان رئيس بري، فإذا في أول شيء له علاقة بالموضوع الشيعي الشيعي وهو برأيي أخذ معالجته، ولكن في شيء تاني له علاقة بما يطرحه الرئيس بري. واضح من كلام السيد نصر الله اليوم طبعا دعمه المعلومات أنه بكير ما قدر أنعه للرئيس بري بموضوع الاقتراع، لا بل على العكس حسب ما فهمت أنه الرئيس بري طرح كل الهواجس والنقاط يلي عنده إياها، ويلي على ما يبدو وافقوا على معظمها السيد حسن نصر الله. بس بأي اتجاه؟ يعني شو المعلومات أو المعطيات حول هواجس الرئيس بري؟ شو هي هواجس؟ أساسا برأيي لها علاقة بموضوع التفاهم الذي جرى بين جبران باسيل نادر الحريري مع حفظ الألقاب، اللي بين فيه الطرفين، تيار الوطني الحر وتيار المستقبل. لكن الرئيس بري لديه من المعلومات حول التفاهم يلي صار. انا برايي انه اكيد صاير تفاهم، يعني بالاخر سنة ونص عم تحكوا مع بعض من دون ما يكون عم تحكي على مواد مش بس لوين طبيعي. لاي حد واصل هذا التفاهم برايك؟ يعني مثل ما حكى حتى على الحقائب الوزاريه، حتى على التعيينات الامنيه والاقتصاديه والعسكريه، هيك المعلومات او بس اني نفيوها يعني ما وصل عند الرئيس بري. خليني اقول لذلك فيك تاكد انه ب 31 في رئيس جمهوريه والعماد عون، قبل 10 الشهر تشرين الثاني في رئيس حكومة اسمه سعد الحريري مكلف. بس بتوقف هون، نوفق أو لا نوفق بالمرحلة اللاحقة. شو يعني؟ سيقول حزب الله أنه أنا أديت ما التزمت به بشكل كامل مع العماد عون، والكلفة ما تبعي بموضوع الرئيس سعد الحريري. أما هو قال أنه ثنائيات ومسؤوليات وكذا هذه لا تعنينا، أما أن التزم بما التزم به غيري وأنا ما معي خبر فيه ولن أدخل فيه. شو يعني هيدي؟ يعني بالتشكيل الحكومي سيكون هنالك كثير من الأخذ والرد، وسيكون الموقف الشيعي واحد، سيربط حزب الله موقفه بموقف الرئيس بري بتشكيل الحكومة، بفوتوا سوا أو بيطلعوا سوا. اللي مريح حول الرئيس سعد الحريري أنه العماد عون ملتزم أنه أنا مش رح أخذ امغط كتير موضوع المشاورات بموضوع الحكومة، وبالتالي حده الأقصى شهر وبطلعه. في حال بقيت السؤال على خلاف مع الفريق الشيعي بهذا الموضوع، يبدو العماد عون أنه قد يكون يفكر
انه بيطلع نسخه منقحه عن الحكومه الحاليه بتوازناتها، وطالما قبلت بتوازناتها هاي فبالاخر ايه، بس كيف بده كيف بدهم يقدروا يطلعوا نسخه منقحه او بتضلها مع الشيعة؟ فهمت، بس حقائب الاخرى بس يعني بركي رفض الرئيس بري يشارك، ما عم بقول لك انه انا ما هو واصل لك، ما انا رح كون وانا رح ضلك اكثر لك حتى بهذا الموضوع. اعتقادي انه حزب الله ايضا لن يقبل، مش هناك عم لك انه منا المساله سهله. بس شو بيصير بهالحاله؟ يعني مثلا رح لك اكثر تفصيل يلي بتنبسط بالتفصيل. حزب الله يرفض ان يكون مثلا حقيبه الداخليه من حصه تيار المستقبل لحد هلا، من حصه تيار المستقبل في الحكومه المقبله، مع انه عنده ثقه بالوزير المشنوق. مساله ثانيه عم بيقول بتحصه تيار المستقبل، مش من حصه مين بدها تكون وزاره الداخليه؟ عنده هو بالاخر بيقول انه هذه الحكومه ستكون جامعه، وانا انقل الموقف ولا اتمنى انه هذه الحكومه ستكون جامعه، يعني يجب ان تكون تحظى بحضور جامع لجميع الاطراف. يعني مين يعني جميع الاطراف؟ الرئيس سعد الحريري بعتقد اذا كانت الحكومه 24 الخمسه السنه، خمس مقاعد بيكونوا سنه، الخمسه تسميه الرئيس سعد الحريري مع بلس عندك وزير مسيحي الارجح يكون ماروني اول. لا بيقول الجامعه، طب ما في حلفاء اخرين، عبد الرحيم مراد ليه ما بده يكون مع حفظ الالقاب، فيصل كرامي ليه ما بده يكون، اضافه لهالشيء القوميين كيف يكونوا، وبالتالي ما يمكن انك تغيب جميع هذه الاطراف. سليمان فرنجيه يجب ان يكون له حصه على الاقل تعويضا لما حصل معه. يعني خليني اقول في هنالك تعارض تناقض واضح في موضوع الحكومه، لذلك كنت عامل لك الموضوع الحكومي سيكون وبرايي هو اذا بدك الخلفيه الاكثر حزب الله سيرفض ومعه رئيس نبيه بري أن يكون الرئيس سعد الحريري قوي في هذه الحكومة، يحظى بحضور قوي تماما كما الحكومات التي كانت بالقبل خليل، والتي هون بتشوف موقف العماد عون يلي هو دقيق هذا الموضوع كيف سيكون. وقلت لك سيعتبر أنه هذا الموضوع الحكومة الأولى ستكون موجهة لإلي اثنين، وهي النقطة الأساس لأنه المبارزة رح تصير على نقطتين الحكومة والنقطة الثانية وصل وتقريبا على درجة عالية من الثقة لدى الرئيس بري والفريق الشيعي بأنه هنالك تفاهم ضمني من ضمن التفاهم الثنائي على تأجيل الانتخابات النيابية سنة، بغض النظر صح خطأ بس لكن مقتنعين فيها يسمع. هلا رح نسمع. ولذلك لفت ما أنا عم يعني خليني أقول خليني أقول أنا الجو اللي موجود هونيك، لذلك لفت إذا بدك تصريح وزير المال علي حسن خليل بالأمس شو بيقول؟ بيقول ستجري الانتخابات هيدي بعد اللقاء اللي حصير بين السيد نصر الله والرئيس بري. وبالتالي اني عم بيقولوا رح يكفوا ضغط بهذين الاتجاهين، لذلك قد نوفق وقد لا نوفق فيك تخذها تسحبها على الحكومة على مش الحكومة على الموضوع الرئاسي. لا لا ايه الموضوع محسومة استاذ جورج، مع تقديري اللي عم بيقوله الاستاذ جون، اي تعيين اولا اي تشكيل للحكومة بدها ثقة مجلس النواب، عم نقول كلام علمي، أي تعيين مدير عام بحاجة لثلثين أعضاء مجلس وزراء. هون نقطتين يا سجو، حتى قانون الانتخاب إذا بدك تعدله بده ثلثين مجلس وزراء. أوكي؟ طيب. يعني إذا اتفق العماد عون والرئيس الحريري هني عندهم ثلثين مجلس وزراء أو بالمجلس النيابي؟ حتما ما عندهم ثلثين. يعني حتما هذا اتفاق ما ممكن يتحقق. مشان هيك انا في اكد انه لا بالحقائب ولا بالمدراء العامين ولا بالتعيينات، بعد ما لامس هذا الامر قبل ما يتكلف رئيس حكومه ما ببلش الحكي الجد بالحقائب الوزاريه. طيب اذا سلمنا جدلا بس خليني اكمل خليني هذا استخفاف بالاتفاق الاصلي اللي صار. نقاط الاتفاق اهم من هيك بكثير يا استاذ جورج، وقالوها الطرفين. يعني ما راحوا لهم شهرين ثلاثه اربعه خمسه يمكن قاعدين عم بانه والله يعني مرتكز الاساسي نقاط هذا الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق الطائف، يعني الحفاظ الطائف على مقومات النظام بلبنان. استاذ جورج هذا مش تفصيل. اولا ليك المسيحيين بال75 انخرطوا بالحرب الاهليه تيحموا الدستور. مزبوط، دستور 43 اللي هو كان مأمن
الامتيازات ما كان يسمى من أحد الأفرقاء المارونية السياسية، مظبوط؟ انخرطوا بالحرب الأهلية تيحموا الدستور، خسروا الحرب وخسروا الدستور، مظبوط؟ اليوم بمبادرة سياسية سلمية ديمقراطية الرئيس الحريري حمي الدستور الذي يدعى اتفاق الطائف، لأنه هذا كان محتم انتهائه يا أستاذ جورج بعد ست شهور، كان محتم، لأنه بمجرد تتفرغ هاي المؤسسات ويصير فراغ شامل. الكلام اللي حكيته أنت بأول حلقة أنه رايحين على مؤتمر تأسيسي على محل آخر. بس تفهم بس على موضوع اتفاق الطائف. اسمح لي لا هذا أحد النقاط. اسمح لي. اثنين، كان من الجرأة بمكان العماد عون وأكد أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية التزامه بهذا الاتفاق. طبعا شو أهمية هذا الموقف؟ لأنه كلنا بنعرف أنه العماد عون ما كان مؤيد لاتفاق الطائف بال89، مظبوط يا أستاذ جون؟ طيب هلأ طبعا العماد عون لأنه بيعرف أنه تغيير دستور ببلد وهذا بيكلف حرب وبيكلف دم وبيكلف كذا، فهي نقطة أساسية بالاتفاق. قصة تحييد لبنان عن الصراع بسوريا والحرب السورية هذا مش تفصيل، هذه نقطة جوهرية بالاتفاق. قصة أنه بدنا نمشي عجلة الدولة، والشيء اللي عبر عنه أستاذ جوني أنه خلال شهر أو شهرين ما بعرف إذا متفقين هيك، بس أنه تتشكل حكومة هذا مش تفصيل، هذا شيء مهم تغير المسار اللي كانت ماشيته الحكومات كلها. أقل حكومة بدها تسعة أشهر تتشكل، شيء مش طبيعي. طيب هون سؤالي، هذا الاتفاق، هل الرئيس الحريري واثق انه قادر يشكل الحكومة لما بيتم تكليفه بتشكيلها؟ استاذ جورج هذا بيخضع للاستشارات النيابية ولحجم الكتل اللي بدها تأيده. صحيح. ايه بس لما بيقول الرئيس بري مشكلتي مع الحريري مش مع عون، ولما بيبدي عتبه على الرئيس الحريري لأنه هو كان قايل أنه أنا ظالما أم مظلوما أنا معه، بيقوم هلأ بياخد على خاطره لأنه الرئيس الحريري راح عقد اتفاق مع العماد عون بدون ما يكون الرئيس بري بالجو. يعني واضح أنه الرئيس بري وعم بيقول أنه رح يكون بالمعارضة، هل يستطيع الرئيس الحريري أن يشكل حكومة بظل هذا الجو؟ استاذ جورج أكيد ما عنده رغبة الرئيس الحريري لا يشكل حكومة بدون الرئيس بري، ولا أنه يختلف مع الرئيس بري، يعني مش هذا مناخه، مش هاي رغبته. اثنين، أنا حسب معلوماتي أنه بواحد آب وقت اللي زاروا الرئيس الحريري للرئيس بري قال له أنه الأفق مسكر وما في أي خيار، يعني الخيار تبع ترشيح الوزير سليمان فرنجي وصل لمحل مسكر، يعني ما عم بيمشي، ما عم بقلع بمحل. فهو سبق وأطلعوا على احتمال يفكر بخيار آخر، مثل ما أطلع كتلته النيابية وقال له نحن أمام ثلاث خيارات، أو بدنا ننطر وهذا الانتظار مكلف، أو بدنا نواجه كمان الخيار الثاني ما بيجيب رئيس، أو اختيار دعم ترشيح العماد عون. فالرئيس الحريري واضح من الأساس له شهرين كل حركته السياسية قائمة على أنا بدي أحط احتمال، بدي أحط احتمال معين وكيف ممكن تكون الصورة. أستاذ جوني، فيما لو ظل الرئيس بري على موقفه سيبقى على ما يبدو، لأنه بفتكر المفاوضات معه حتكون صعبة. طيب فيما لو ظل على موقفه، طيب وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة والرئيس بري لا يريد المشاركة بهذه الحكومة، مش هيك رح يقدر المشاركة، ما بيقدر يقول هيك، هو رح يقول، رح يطرح، قلت لك بعد اللي هيطرح نقاط لا علاقة. مثلا أول شيء كمان غاب عن ذهننا شغلة الثلث المعطل، اللي هو أساسي عنده إيه، بس مين بده يكون كيف الثلث المعطل بتعمله؟ ايه شهود بقول مهم انه ما يصير انه هيك ممكن تعمل اتفاق، هذا اللي عم حيقوله، مش تتفق على الحقائق. ايه بس مين بده يكون؟ انا ما قلت على الحق، قلت بيتسمي الخمسه وطبعا في عنده حق. لا بس هون سؤال، مين رح يكون الثلث المعطل؟ لان هلا صارت انخلطت الامور، رئيس الجمهورية بيعطل حاله يا ما هي انه يعني وزراء العماد عون ما رح يكونوا ثلث معطل لانه هو رئيس جمهورية. صحيح، كان يشكل ثلث معطل اللي تشكل من حركة امل وحزب الله والعماد عون. عماد عون صار حكم بين الكل، فاذا بدك تفتش على الفريق يلي بده يحل محله ليكون بالثلث المعطل، هذا الفريق يجب ان يكون موزر وموجود بالنسبه لمعين. اضافه الى انه برجع بقول لك في نقاش سيطرحه حول كافه المسائل. انا بعتقد مساله ولايه الحكومه لن تكون سهله، حتى الوضع الضاغط
يلي حاطه العماد عون منشان انه يصدرها ستزيد ستفاقم من شد موضوع الحبال. من شد الحبال إيه بس شو راح يعمل اذا وصل لوقت يعني اذا العماد عون وعده للرئيس الحريري سيصدره. انه بغضون شهر او ما بعرف قد ايه راح تولد الحكومه هو مقرر وبيعتبر انه ما بيقلع بعهده إيه؟ بحكومه بيطلع فيها بتاخذ وقت اكثر من شهر طيب في التزام بينه وبين نفسه إيه طبعا مخبل بس انا عم بقول بس انا عم بقول اذا ما قدروا يشكلوا حكومه بشهر شو بيعملوا شو بيصير اذا بيصدرها وما بيفوتوا فيها الفريق الشيعي بتكون حكومه تصريف اعمال يعني بهذا الوقت قد يعتبر ربما الرئيس بري انه هذه الحكومه اذا في التزامات لها علاقه بتعيينات هاي الحكومه ما قادره تعمل تعيينات وبالتالي يعني برجع بقول لك هون ما في شك انه اعتقادي اول شيء انه الرئيس بري نعم رغم انه الرئيس الحريري سيحاول ان يطر العلاقه بينه وبين الرئيس بري بعتقد سيكون حاد في هذا الموضوع بيعتبر انه في ضرب كبير وكان براطه هيك بيعتبر اثنين بعتقد كمان انه حزب الله لديه طبعا مع الثقه الكبرى يلي قال اليوم السيد حسن نصر الله بالعماد عون يلي على الاكيد العماد عون التحفظ يلي موجود عليه من الامريكيين ومن الفرنسيين له علاقه بعلاقته بحزب الله طبعا بالالتزام بالعناوين العريضه طبعا بس لكن هذا ما بتوقف عليه يعني بالاخر ما عم نقول من الوسائل العمليه عندك الثلث معطل تبعك وبالتالي بده يعبيه اما بده يكونوا معه قوميين او بده يكونوا معه اكيد سلمان فرنجيه او ما بعرف انا يعني الحقيقه ما بعرف هم عم بتكهن بس لكن اكيد هذا الثلث المعطل سيفرض وجوه تانية يعني التقسيم المحطوط هلا للحكومه الخمسه السنه بعينهم تيار المستقبل مع وزير مسيحي والوزراء المسيحيين ثلاثه رئيس الجمهوريه بياخذ ثلاث وزراء اثنين مسيحيه وواحد مسلم مثل ما اعتاد هي حصته والبقاوي الوزراء المسيحيين بيكونوا النص لفريق العماد عون العماد عون وفريقه يعني التيار الوطني الحر وفريقه ولمسيحيي 14 اذار قوات لبنانيه وغيرهم بتكون النص الثاني لهم برايي بدها تكون بدها تاخذ وقت حتى تكوين. مش رح تزبط نعم هيدي مش رح تزبط لانه عم نقول نحن المسائل الثانيه اللي رح تكون والا انا بعتقد ستكون شد الحبال الجدي وقوي وقاسي وقد ينتج عنه صور جديدة في العلاقات الداخلية بتكون مع الحكومة اللي جاي بعد الفاصل اللي علينا رح انتقل لعندك أستاذ جورج تنحكي عن انطلاق من هذه يعني الصورة السياسية ما بعد الاستحقاق الرئاسي ووين 8 وين 14 لأنه يبدو ما عاد في بس قبل كأنه عم بيقول الأستاذ جوني إنه العماد عون بده يقبل بتلت معطل من حلفائه ضده أنا ما قلت أنا عم أقول اتفاق الدوحة ترك لحزب الله أن يكون عنده يعني رئيس الحريري بشكل الحكومة وبالمقابل حزب الله وبالمقابل حزب الله هلا بهالحكومة بيكون عنده ما بقى يشكل ما بعتقد أنه التيار الوطني الحر هو يضحي يعني سيبقى في إطار الثلث المعطل بعدك عم تقول رئيس الجمهورية معقول يعطل حاله طبعا مرحبا لذلك رح يكون في شكل آخر في شكل آخر لهذا الثلث المعطل يعني من قوة أخرى يعني جزء يلي أخده كان التيار الوطني الحر من ضمن هذا الثلث المعطل رح ياخذوا أشخاص تاني. بعد الفاصل الإعلاني أتابع هذه الحلقة وأتابع هذه الحلقة مع ضيفينا مدير تحرير جريدة المستقبل جورج بكسيني والكاتب السياسي جوني منير أستاذ جورج كنا عم نقول أنه الرئيس الحريري وبهالخطوة اللي عملها مثل كأنه صار في انفراط للفريقين 8 و14 ما عدنا نعرف إذا بعضهم موجودين ولا لا شو السيناريو أو الصورة السياسية اللي رح تكون بعد الاستحقاق مين المعارضة مين الموالاة مين المع مين الضد مين هلا اذا بدك تشوف تابلو مزبوط بين في اهم قطبين ب 14 اذار مع العماد عون واهم قطبين مع ب 8 اذار مع ضد العماد عون ليه انت مش هي هيك الصوره مش الرئيس الحريري والدكتور جعجع مع العماد عون والرئيس بري والوزير الفرنجيه ضده ايه ومعهم الرئيس السنيوره ما فيك تقول معهم حدا من عندكم بس لا شو بك ما علقت عليا هيدي قلنا من شوي ما علق عليا قلنا من شوي انه الاستحقاق الرئاسي بحكم كونه دستور اللبناني بيفترض ثلثين لانتخاب رئيس
لأنه دستور توافق له طبيعة توافق، يعني بيقول لك توافق وإلا التصويت، هي طب يعني البنية الأساسية تبع الدستور. الانقسام ما في ينجب رئيس، فبده تسوي. مشان هيك في طرف من 14 عمل تسوي مع طرف من 8 أدار أو طرفين أو ثلاثة من هيدي الضفة عملوا تسوي. لا لا لا، هذا عم بقوله، هذا عم بقوله أستاذ جون. فعمليا خلطت الأوراق بالكتلتين بالمعسكرين على اساسا يعني بطل فيه، مش انه انخرطت الاوراق، يعني يبدو واضح انه مثل ما كان عم بقول استاذ جوني بطل فيه لا 8 ولا 14 لانه انخلطت القصص. يعني ما تشوف انه يوم صوره الرئيس الحريري والعماد عون، العماد عون ورجعنا الحق لصاحبه إذا كان واحد غبله 5 أشهر على البلد ورجع بيجي بجن خليني أقول يمكن اسمعني بس خليني مرة هادي معنا هاي التسويات. أنا مش ضد، بس لا اسمعني اسمعني. بين اللوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في دم، وصل لك علي صار تسوي بين ايران وامريكا. اسمحني اسمحني، انا مش عاملومه مثل كانك عم تلومني على هذا الموضوع، ابدا مش عاملومه، بس عم بوصف يعني انه فعلا ايه بجن الواحد اذا غاب شوي عن البلد ورجع. ايران وامريكا، ايران اللي كانت تسمي امريكا الشيطان الاكبر عملت تسوية. والله العظيم بعرفه نوضي، انا كنت اقوله من زمان بالهذا، بس خليني اقول شغله انه بالنسبه للناس مساكين ومرات الاحتقان السياسي من فوق بنطوا بيقتلوا بعضهم وبالاخر وبيتقاتلوا مع اللي قدامهم، ويا لطيف شو بيخبطوا بعضهم، ويا لطيف قديش حتى نحن رجال عم بحكي عن تيار المستقبل. لا عم بحكي بالمطلق، عم بيحكي بالشكل كل الشوارع كل الشوارع كل الشوارع كل الشوارع بيعتبرها شخص بيقتلوا بعضهم وفزوا على بعضهم، وبالاخر تطلع بتلاقي الامور وين تروح. يعني انا بدي اقول تكون درس للكل، الاختلاف السياسي صحيح ولازم انه يكون لانه تطور مجتمعات، لازم يكون في اختلاف سياسي، بس لكن الاحتقان وتفلت العالم على بعضها كل الصحات كلها 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 مش، وانه يقبضوها وبالاخر اخوه ما يحكوا مع بعض وناس يتقاتلوا مع بعض وبالاخر تعرف عم توصل لك يا اخي بالاخر هيدا منطق الحياه، منطق العمل السياسي بالاخر تروح على مصالح تحقق مصالح تسويات على تسويات على تسويات، وانه الاختلاف لازم انه يكون، بس مش تقاتل تتقاتلوا على الخلاف لهالدرجة برايي لازم يكون. طيب درس خليني بس عندي اخر ملاحظه. تفضل. عندي مش بهذا الموضوع، باطار 14 اذار لفتني انه الوحيد يلي حكي بهذا الموضوع امبارح كان دكتور سمير جرجع، ورايي انا انه هو كان قلق على عكس ما عم بالصوره عم بيحاول يظهر فيها، نزل لعند العماد عون حكي بالبوينتاج وعم يجرب ياكد على الموضوع. بعتقد انه قلق العماد عون، قلق الدكتور جعجع ولا العماد عون؟ لا الدكتور جعجع في مساله. اولا وصول العماد عون اعتقد انه كان هو يعني بغض ما بدي احكي بالنوايا، بس بعتقد ضد مصلحته يعني وصوله إيه، كما وصول سليمان فرنجي إيه. لا بس كيف مشي فيه يعني هو لا يعطل لا يعطل سليمان فرنجي إيه، بس لو ما لا ياخذ منه بالاخر تارك سلبيته على غيره. بس خليني اقول لك جانب، بس لحظه، لو ما لو ما سمير جعجع رشح العماد عون ما كان صار، ما كنا وصلنا لهون يعني، ما كان وصل الرئيس الحريري انه يرشح العماد عون صح. يعني يعني جعجع بدا وكانه عراب العهد سيكون. لا خلينا كبيري، خلينا ما وصلنا، خليني اوصل لك على شغله. صح هو رشحه، بس كان عم بيكب عم بياخذ ايجابيات الموضوع، هو كان اكثر الرابحين كل شيء، ومشان عون هو مرشح وكان عم بيكب سلبيات على غيره، وواثق بينه وبين نفسه الى حد كبير انه لن يصل. السعوديين معارضينه والرئيس سعد الحريري اكيد، بس انت هيدا عم تعمل تشكيك بالنوايا، يعني انت عم تحكم على على النوايا. برايك قد ايه بيكون مبسوط لما بيشوف انه العلاقه تاثرت كثير ما بين تيار المستقبل بالرئيس سعد الحريري والعماد عون، وخلافه مع الرئيس سعد الحريري خلافه كان انه يا اخي في 2 بال14 اذار انا وياك، وانا عم جيب لي البقاوي، بتتذكر انه كان عم يطلع بالبقاوي يلي هونيك انه هودي مش موجودين، انه كيف بدك تحملوا، ما كيف بدي يكون انا مثلي مثلهم او اعلى منهم بشوي، لازم يكون في راسين. فهلا كيف عم بتقول له لما المسافه قربت كثير
بين الرئيس سعد الحريري والعماد عون، ما هيدا عم ياخذ من دربه عم ياكل من دوره وبالتالي ضمنا. مشان هيك وصل امبارح لما عند الرئيس الحريري شو قال؟ رجعنا رجعت المزحريه كثير مثل الاول، ورجعنا نحكي بجوهر 14 دولار. يعني يرجع يذكروا انه العماد عون احنا جبناه بس انه برات 14 اذار برجعنا وياك على موضوع 14. بعتقد هذا تعليق صغير بس ما بعرف جاوبه للاستاذ جوني على اخر بارت من الحكي. ما بدك جوني هو في الاول ما بشق الاول اكيد 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 انا بقول عنك اكيد بتعرف اكيد بيعرف بس بده مني ولا عنه اكيد بتعرف تجاوبه بس ما بدك تجاوبه. بس بالنسبه للشق الاول اللي صحيح قاله الاستاذ جوني انه الشوارع فلتت على بعضها الا تيار المستقبل. تيار المستقبل يا استاذ جوني اولا تيار مش طالع من ميليشيا، هذا تيار مدني من نشأته. بقاول مش ميليشيا. اسمح لي بس خليني افهم حتى ما يا استاذ بس خليني اوضح. الناس نطوا تقتلوا ولا مره الرئيس الحريري حرض جمهوره على حدا، بالعكس كان معتدى على جمهوره من الاخرين. بس استاذ جورج بمرحله من المراحل خليني اقول الفكره في سلاح كان ابدا مش مزبوط. اسمح لي خليني نكمل فكرتي اذا بتريد. ثلاثه تيار المستقبل من ايام رفيق الحريري الله يرحمه استاذ جورج، هذا تيار يبحث عن تسويات لانه بيعرف انه هذا البلد متعدد الطوائف واللي فيه تعدديه سياسيه واسعه ما بيمشي فيه الا التسويات. يعني عنده صراعات، دائما عنده صراعات، ونحن هيدا سواء قبل الترشيح او بعد الترشيح او قبل هاي المرحله او بعد هاي المرحله تيار المستقبل عنده ثوابت سياسيه ومتمسك فيها. بس ولا مره حرض الناس جمهوره على جمهور اخر او العكس. طيب. في صراع سياسي ديمقراطي اكيد بنعبر عن راينا بوضوح. وضحت الفكره استاذ جورج. خليني فوت على هيدي تنسحب على قوة. خليني فوت على فاصل اعلاني بعد هذا الفاصل. ما اقتنع كمان عم يبتسم حقه او ديمقراطيا. طيب خليني اخذ قبل مداخله من الوزير السابق مروان شربي. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير يا استاذ جورج لك ولا الضيوف الاستاذ جوني والاستاذ جورج. مساء النور. يا اهلا فيك معالي الوزير. شو متفائل بالمرحله اللي جايه؟ انا متفائل برئاسه الجمهوريه طبعا، بس في شد حبال حول تاليف الحكومه. وانا بدي اقول لك شغله اذا بتسمح لي خمس دقائق بدي احكي كلام مفروض انه حقيقه ينحكى. نعم. اذا ب 31 شهر ما في رئيس جمهوريه بعتقد ما بقى في رئيس جمهوريه بالبلاد. واذا انتخب الجنرال عون وكلف الرئيس الحريري بتاليف الحكومه وما قدر يالف الحكومه بعد خمس اشهر واجريت الانتخابات اللي بدها تجريها هي حكومه الرئيس تمام سلامه اللي بتكون مقدمه استقالتها. مجلس النواب الجديد المنتخب رح يرجع ويعمل استشارات جديده وبقول لك انه ما حيكون الرئيس الحريري. فاذا خلينا كنا نشتغل حتى ينتخب الجنرال عون ونسهل تاليف الحكومه للرئيس الحريري بكل صراحه. نعم. في عندي انا مش هي مداخلتي الاساسيه، مداخلتي الاساسيه هي انا بتعجب كيف رجعوا. يمكن كانت بوقتها بقطر او بالدوحه كان في نوع من التفاهم قد ما كانت معقده الامور، ورجعنا ب انه رئيس الجمهوريه عنده ثلاث وزراء ورئيس الحكومه عنده ثلاث وزراء، هيدي بدعه. هيدي وبعدين الثلث المعطل، هلا اول شيء ما لازم يكون في ثلث معطل لانه رئيس الجمهوريه من فريق ورئيس الحكومه من فريق. ما لازم يكون في ثلث معطل، لازم يكون الحكومه كلها منسجمه مع بعضها. رئيس الجمهوريه ما لازم يكون عنده ولا وزير، ورئيس الحكومة ما لازم يكون عنده ولا وزير لأنه رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد ورئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. بس هل بس مسابة أنه البلاد هي لبنان يعني؟ لا 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 خليني مش يا جورج لما بيكون في تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيقدروا اي وزير بخالف بيمضوا بيوافقوا اثمانه وبيشيلوه سبق ويشيل. نعم معالي. انا عشت التفاصيل بثلاث سنين لما كنت وزير داخليه. نعم. كنت شوف انه كيف يعني رئيس جمهوريه عنده ثلاثه
بس انه بيحكي مع هالثلاثه و27 رئيس. بس بدي لو سمحت اطلب، بس بدي اطلب منك لو سمحت الاختصار لانه بعد عندي فاصل اعلاني والوقت عم يسبقني. تفضل. لا اوكي، بس انا عندي انا لحتى تمشي الامور بكل صراحه لازم يكون في تفاهم بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، وما يكون في اي وزير لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأنه رئيس الجمهورية اللي جاي عنده حزب طويل عريض حيكون فيه ولأله، أو مش لأله هو كرئيس الجمهورية، نعم نعم، يكون للحزب اللي بينتمي لأله، وتيار المستقبل كمان نفس الشيء بالنسبة لرئيس الحكومة. بعدين بدي يلفت النظر، إذا كان سمي نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس الحكومة بدون حقيبة، هذا مش منصوص عنه بالدستور بالقانون، ما بيحق له يصوت. لا، انا بدي اشكرك معالي الوزير مروان شربل على هذه المداخله، واهلا وسهلا فيك. فاصل اعلاني. المداخله ما ترك له صاحب. ايه شفت. بعد الفاصل الاعلاني الجزء الاخير من هذه الحلقه. أتابع هذه الحلقة في الدقائق الأخيرة، بدي أحكي عن نقطتين، عن مين أبرز الرابحين ومين أبرز الخاسرين، مع أنه بسياق حديثكم فهم تقريبا، وبدي أحكي عن موضوع الوضع الأمني اللي بلش ينحكى حوله. قبل أستاذ جورج، إذا بدنا نعمل يعني بهالتسوية اللي المفترض أنه تنتج رئيس الجمهورية ب 31 الشهر، مين فيها نعتبر أبرز الرابحين ومين أبرز الخاسرين من هذه التسوية؟ الرابح هو الجمهورية والخاسر هو الفراغ. أنا بدي الأسماء، أسماء الأطراف السياسيين مش العناوين. أنا برأيي كل من ينتمي إلى حس الدولة وحس المؤسسات رابح. الكل ربح، يعني بمعنى اللي بده الدولة ترجع وعجلة الاقتصاد تتحرك بكرة، يعني إن شاء الله بتتشكل الحكومة بعد انتخاب الرئيس بوقت سريع مثل ما توقع الأستاذ جوني. لا هو توقع يصير أصلاً فيه. أصلاً بعد توقع يصير في شد حبال. بعد التطور اللي حصل من يومين مع موقف الرئيس الحريري شفنا كيف أسهم ارتفعت الأسهم تحركت وكذا. فكيف إذا تشكلت حكومة وانتخب رئيس، يعني بترجع عجلة الاقتصاد بتحرك. أستاذ جوني، بترجع بالبلد. مين أبرز الرابحين ومين أبرز الخاسرين؟ البلد كله ربحان، بس لأنه نخلص القصة. بس إذا بدك أبرز الرابح، من دون أدنى شك ميشيل عون رئيس الجمهورية وصل. خاسرين أعرف، افتكر هيديك بدك تاخدها يعني، ما كمان الرابحين كل واحد بيربح جزء ونسبة كيفك تاخدها، بس انه اكثر اللي ربحوا، بعتقد الكل ربحوا بالاخر يعني، بس اكثر اللي ربحوا اكيد العماد عون، ما فيش ادنى شك. استاذ جورج، ماذا لو يعني لاي درجة انتم بتحملوا انه مثلا يكون اول المهنئين للعماد عون الرئيس بشار الاسد مثلا، او انه يوجه له دعوة رسمية لزيارة دمشق، او انه أعتقد الرئيس الحريري بخطابه يعني في فقرة واضحة عن ما سمى اتفاق بينه وبين العماد عون حول العلاقة بالنظام السوري، أنه هيدي العلاقة بترجع لطبيعتها بعد ما الشعب السوري يختار نظامه وقيادته إلى آخره. فبعتقد واضح هذا الأمر. ايه بس ما بعرف اذا راح يهني وكيف ايه. ما بعرف بصراحه. اول مهنئين الرؤساء بعتقد راح يجي الرئيس الفرنساوي على لبنان، الا اذا طرق بيجي ببعث رئيس الحكومه. اذا بدك اول رئيس اجنبي راح يجي يهني بعتقد الرئيس هولندا، الرئيس الفرنسي. ليه هلا هو ما كان، رغم انه الفرنسيين كمان منهم كثير مغرومين بالعماد عون، بس لكن واذا بدك اكثر متمسكين لكن كانوا بازاله الفراغ كانوا بفضلوا غير خيار، بس كمان بوجود الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة. هذا الموقف الفرنسي برجع بقول لك انا بنقله وما بتبني انا مواقف لما بنقله. ماذا عن الرئيس الاسد؟ ما بعتقد في شيء مطروح منه هلا، بس ما بعتقد انه العماد عون كان معروف يعني، هو يعني جرى التصويت او التفاهم مع العماد عون ومعروف موقعه، معروف موقعه السياسي ومفاهيمه السياسية، بطبيعة الحال رح يكون في انه يقطع تواصله مع الرئيس الاسد. ما بعتقد، ما بفتكر في مصلحه للبنان بهذا الاطار. نعم طيب. على العكس، وبرايي حتى كمان هنالك مصلحه
للرئيس للفريق السياسي للرئيس سعد الحريري بانه تكون السلطه اللبنانيه او رئيس الجمهوريه على علاقه طيبه بالجوار اللي عنده، لانه بتعرف انت رايح المنطقه كلها على تسويه ولا بدي اختم باخر سطرين مرقوا بمانشات جريده السفير من يومين، بيقولوا هالسطرين: الأهم أن تكون العيون مفتوحة على الأمن في هذه الأيام العشرة الفاصلة عن جلسة الانتخاب، كل التجارب تشي بأن مسارات كهذه لم تنكسر إلا بالأمن. كيف بتفهموا هذا الكلام؟ احتمال مطروح صراحة شو؟ يعني إذا في طرف متضرر من عودة الجمهورية إلى نصابة ممكن يعمل شيء شو يعني الله. ما بعرف استاذ جوني. طبعا هذا الكلام منطلق من اغتيالين شهدناهم مؤسفين، اول واحد كان الشيخ بشير لما اغتيل قبل ما يتولى، والثاني كان رئيس سليم عوض الله يرحمه، واثنين اغتيلوا بظروف اقليميه معقده، يعني كان الاستحقاق متشابك مع ظروف اقليميه معقده ما كانت واضحه، كان في اطراف رافضه اطراف قابله، وبالتالي صار الاغتيال لحتى يعيد تصحيح هذه المعادلة. في شيء بيشبه اليوم عم بقول من ناحية الوضع الإقليمي، وضع إقليمي متشابك وين بالداخل عم بتصيغ عم تعمل صياغة لمعادلة حكم، يعني مثل ما قلنا في أطراف كتير برا ما راضين عليها أو كيف ممكن أنك تحطها، لذلك يخشى أنه يتحرك سلاح الإغتيال بهذا الموضوع، مش بالضرورة يكون العماد عون، ممكن يكون غيره ساكن بهدف إعادة تعديل من هون الكلام أنه يجب أن يكون. أضيف عليها أنه عنا إذا بدك بالترجمة بالتقريش الأمني، نعم هنالك طلع الأجهزة الأمنية يلي عم تلقي القبض على الكثير من المجموعات الإرهابية يلي موجودة يلي محضرة حالة ويلي عم تطور حالة، شفت طيارات رصد، هي ما كانت طيارات تفجير بس رصد وما إلى هنالك، وأيضا المخاطر يلي موجودة بمخيم عين الحلوة تحديدا يلي استوجب من الجيش يعمل العملية يلي كانت بارعة جدا واخذت استحسان كبير، بالتالي هذه العملية هذا بيركز على انه لحتى قام بهذه العملية يعني شعر بخطر كبير موجود، وهذا الخطر يبقى اكيد انت اخذت شخص كثير مهم بس لكن بيضل موجود. الامن السلاح الامني نعم حاضر وبعتقد لازم يكون. انا بدي اشكرك استاذ جوني منير، شكرا لك استاذ جورج كاسيني، اهلا وسهلا فيكم. بدي اشكر كمان النائب ابراهيم كنعان على اطلالته معنا باول الحلقه، والوزير مروان شربل على المداخله. بختام هذه الحلقه بدي اقول: لازالت الافراح في دياركم عامره. زميلنا صبحي امهز بفريق الاعداد ببرنامج تجوز، نبارك له ونقول له مبروك، وصديقنا ونقول له مبروك وإن شاء الله بيتهنى. مبروك لإله ولعروسته ميادة. رح نشوف نختم الحلقة بمقتطفات من حفل زفافهم، منقول له مبروك لصبحي، إن شاء الله جمعة الجاي بيكون معنا بالحلقة عشية جلسة الانتخاب.